الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل نفس ونفس على نفسه الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيه تنحل به العرق، تنحل به العقد، وتنسلم به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويستغفر لنا وجه الكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيه تنحل به العقد، وتنسلم به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجهه الكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيه تنحل به العقد، وتنسل به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجهه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم فرج الكرب عنا برحمتك يا رب العالمين وعلى عباد المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وثبتنا يا رب العالمين واجعل على قلوب عبادك المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ولد الفقد والذل والحسد والدنيا من قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا ادم على اعدائنا يا رب العالمين، فانت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا، تنصر من تشاء وانت العزيز الرحيم. فانت العصمه في الحركات والسكنات والإرادات والخطرة من الشكوك والظنون والأوهام الساخرة الخروج عن صلاة القلوب. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، واغفر لنا واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم يا رب العالمين اهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حكيه الشيخ محمد زيدوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن غير التقريب في فقه الساده الشافعيه رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله منهم بجزائهم امين. الاعذار التي يخرج من اجلها المعتكف من معتكفه، لان الاعتكاف هو اللبس في المسجد، فما ينقض اللبس هو الخروج، فمتى يخرج بعذر بحيث ان يكون هذا الخروج غير قاطع لعبادته، هي دي الاعذار. عذر معناه انه اذا خرج كانه هو خارج مستمر في العباده، كانه ما زال داخل المسجد. يبقى في خروجات ان لم تكن بعذر تبقى تقطع الاعتكاف فيحتاج لنيه جديده اذا عاد. لكن في اعذار لو خرج مش محتاج ان هو يعيد النيه، لانه خروجه مقصود انه معتكف، كانه ما زال داخل المسجد وهو في خارج. قلنا ان هذه الاعذار منها مثلا ما لا بد منه من حدث الانسان من بول وغائط، او مثلا انه اصابته جنازه فخرج يغتسل لجنازه او كده، لان دي لا ينفك منها انسان. وقفنا على ان من الاعذار ايضا او عذر من حيض او نفاس، كامراه معتكفه فحاضة، ومن موانع الاعتكاف الحيض والنفاس، فإذا فاجأها الحيض تخرج، بس بشرط إن هو علشان يحس إن هو لا يقطع اعتكافها، يبقى هذا الحيض جاء في مدة اعتكاف لا ينفك عنه الحيض غالبا، كأن نظرت أن تعتكف مثلا شهرين، فالمرأة نادرا أن يمر عليها شهرين ما يجيلهاش حيض. ففي الحالة دي إذا جاءها الحيض فاعتكافها بتخرج، ومحسوب خروجها لأنها معتكفة، لأن مدة الاعتكاف أزيد من 15 يوم، اللي هو
ايه اقصر مده صبر واقصر اقل مده ظهر واقصر مده تقدم. كويس. واذا كانت مكافاه اذا كانت ناويه تعتكف اكثر من تسعه اشهر فقط، يعني نذرت ان تعتكف 9 اشهر فقط. فنادرا من المراه يعني غالبا هيجدها نوع من النفاس في الفتره دي. لابد اي امراه لا يخلو منها تعتكف 9 اشهر غالبا تدخل. فيعني تقول ان هي ايه مع اول حملها نذرت ان تعتكف 10 اشهر. فجت على التاسع وين يبقى مده الاعتكاف ايه 9 اشهر فاكثر. ففاجاها ايه النفاس تخرج ويبقى فتره نفاسها دي دخلت ايه ويكمل يكمل منها الشهر الجاي. يكمل منها الشهر الجاي ويبقى قدت ما عليه. لان الاعتكاف هياخد منها 40 يوم، يعني هياخد شهر كويس على اساس غالب النفاس. يعني النساء 40 يوما غالبا، اكثر سنه واقل لحظه. مش كده؟ يبقى لو كانت مدة اعتكافها أقل من 15 يوما يبقى ليست معذورة بأن تقطع الاعتكاف بالحيض لأنها مقصرة، وبالتالي يجب عليها قطر لأنها حاضت ولا يقصد لها من اعتكافها، فيجب عليها قضاء المدة اللي بعد منها. يعني لو واحدة نظرت أن تعتكف أسبوع سهل إنها تلتقط أسبوع صبح، فما تجيش بقى تعتكف في الاسبوع لا تكون تلاقي الدولة حتى بعد يومين تروح معتكف، وما حدش بعد يومين. فهمت؟ يبقى مقصرة. وطالما مقصرة يبقى نقول ايه؟ ان هي قطع اعتكافها. فإن أرادت أن يكون الأسبوع متواصل يبقى عليها أن تستأنف بعد شهرها. وإن قالت أسبوع ولا تقصر التتابع يبقى عليها أن تقضي ايه ما فات. ليه؟ لأن مدة اعتكافها أقل من 15 يوما اللي هي سهل إن المرأة تختار لنفسها وتختارها في فترة طويلة تقضيها على بعضها. إنما لما تكون مدة اعتكافها 3 شهور تبقى هنا هتبقى مقصرة غصب عنها، لازم في 3 شهور هتجيلها الحيض على الأقل مرتين. ده على الأقل خالص. كويس؟ علشان كده نعرف إمتى يكون الحيض عضو فتقطعه، تقطع الاعتكاف ولكن يكون لها ثواب المعتكف، وامتى يبقى يجب عليها القطع ولا عذر فيه فلا تاخذ ثواب المعتكف وتحتاج الى قضاء المده او نية. خلي بالك المساله دي تدير نقطه مهمه. فهنا بيقول ايه؟ او عذر هو عطف على حاجه الانسان ولا يختص العذر بما ذكره المصنف، ده منه نسيان الاعتكاف وان طال زمن. يعني واحد نوى الاعتكاف شهر مثلا فاعتكف بعد 10 ايام نسي خرج ناسي ان هو معتكف اصلا فخرج قعد كده 3 4 ايام وبعدين فجأة بعد 3 4 ايام يا ده انا كنت ناوي اعتكاف انا اتخرجت محسوب ال3 ايام اللي قعدهم ولا 4 ايام من ضمن اعتكافي فان كان ناويا شهر يرجع ومحسوبين من المدة. لأن النسيان إيه يعني رفع عن أمة النبي النسيان، والخطأ مستقر عليه، ودي بسبب بركة النبي ولم يكن مرفوعا هذا على الأمم السابقة، ويضع عنهم مصرهم والأولاد التي كانت عليهم. فمن بركته صلى الله عليه وسلم يبقى منه نسيان الاعتكاف وإن طال زمن. نفس النسيان موجود برضه في الصيام. يعني لو نسى وكل وبعد ما كان حلة ونزل شرب حاجة ساعة ودخل نام شوية وقام جاب كيلو لبن عالية ده وبعدين شرب عصير أصلا طول النهار عالية وبعدين فاضل على المغرب نص ساعة حاجة أنا كنت صايم النهاردة أنا إيه اللي عملته ده؟ فاكر محمد أنا قاعد ياكل طول النهار بس كان كل أكله ده وإن طال أكله وكثر نام يبقى صيامه لا ينقطع ويبقى ربنا اطعمه وسخره. يبقى نفس الحكايه في النسيان برضه في الصوم. ان اكل وشرب ناسيا ولو مده طويله متكرره طالما النسيان في يوم واحد لا ينقطع صومه. خدت بالك ازاي؟ فالنسيان ده مهم. لو تكلم في الصلاه ناسيا انه الصلاه اصلا
ثم تذكر انه في الصلاة لا تقطع صلاة. شوف قال ايه؟ او مثلا ايه غلب عليه الكلام، كأنه قهره الكلام، يعني شايف ابنه مثلا بيحدي وهيكب على نفسه مية سخنة، فهو بيصمت والولد بيقرب المية السخنة وقال ايه ده حوش الولد. الحمد لله رب العالمين رحمنا الرحمن، لان غلبته طلعت منه غصب عنه. انا بغلب انا تقول يا عمتي كده ليه يا عم تقول يا ايمه تقول يا ركبي في كل صلاة. كنت اقول لها يا ستي ما تقوليش كده كده الصلاة بطل، تقول لي ربنا اعلم ليه دي غصب عني بتطلع. انا كنت فاكر ان صلاتها بطل وانا بغلب، لما كبرت وقريت الحواشي لقيت ان الصلاة صحيح، لان كان يغلب علي يغلب علي الكلام. فيبقى ايه اذا غلبه الكلام كانه صار المكره. ما احنا عندنا المكره والنافي يشترط العمل، واخد بالك؟ فاذا كان مكرها او نافيا يبقى خلاص. كان خرج مكرها بس، يعني خرجوه من معتكف مكرها، واخد بالك؟ يبقى برضه ياخد ثواب نافي كده، يعني دعوه اكرهوه مش خارج الاختيار. يبقى نسيان الاعتكاف وان طال زمنه والخوف من النفس او خريق، يبقى هنا اكراهه خايف من النفس او خريق او حاكم ظالم بيطرد او شيء من هذا. والاذان من مؤذن راتب الى مناره منفصله عن المسجد خارجه منه، كان زمان بيأذنوا في المناره لكن ما كانش فيه الميكروفونات في الوقت، فكان ساعات المناره تبقى منفصله عن المسجد، فيضطر يخرج يعدي الشارع ويطلع المناره وعلشان يأذن. فلو كان مؤذن راتب يبقى خروجه للاذان ده لا يقطع الفكره، لو كان مش مؤذن راتب يقطع الفكره. لو كان صوته وحش والناس مش معتداه وتقول الحمد لله معتكف استريحنا من صوته وبعدين يطلع يأذن في بلده. لو كان صوته مألوف والناس بتحبه، حب صوته بالذات اذان الفجر صوت كده جميل يسمع فيهم كده مش بيزعقوا، في ناس صوتها يهدى يقوم يقوم محظوظ، وفي واحد ثاني صوته جميل يقوم كده مستريح مبسوط. فاذا كان الناس ألف الصوت واهل الحي عارفينه واعتكف له ان يخرج عشان يأذن لهم في الوقت اللي ألفوا فيه صوته كمان. كل الحاجات دي وان كان الحاجات دي التفاصيل دي كلها مش موجوده في عقلنا، لكن دي بتدرس علشان بتتعلم ازاي ان الفقهاء عملوا قروء كثيره وتفاصيل كثيره علشان يبينوا كيف تعبد الله وتتقي ما استطعت. يعني مش ربنا بيقول لك اتقوا الله ما استطعت، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اطيعوه ما استطعت. طيب يقوم يديلك كل الصور دي علشان يخليك بقدر الامكان تجتهد في طاعه الله ما تقصرش. يقول لك لو حصل لك كذا يبقى كده ممكن، ولو حصل كذا لا ما تعملش كده لان كده هتخرج عن حد الاستطاعه وكده تقع في حد الاستطاعه وهكذا. فكل التفاصيل دي تفاصيل ممكن تربي فيك العقليه الفقهيه اللي بيها بعد كده لما يتطور حتى الزمان تقدر انت تجيب كمان حواشي جديده. واخد بالك؟ يعني قول الوقت مثلا اذا رن التليفون المحمول بتاعه خارج المسجد وهو عارف رنته وكان منتظر مكالمة مهمة، كويس؟ كان منتظر مكالمة مهمة، فله أن يخرج للضرورة ويرد عليها إن لم يجد من يناوله هذا التليفون. كان حاطه مثلا في الحجرة في الجنب الثاني من المسجد خارج عن المسجد. أي حاجة بقى تقعد، المهم إيه؟ اتربى عندك بقى العقليه الفقهيه، فلما يجي لك المساله تلاقي ايه الحكايه تبقى سهل عندك، تقدر تقول امتى يبقى في عذر وامتى ما فيش عذر. فبيقول هنا ايه؟ والاذان من مؤذن راتب. شوف كلمه مؤذن يعني وظيفته الاذان يعني صوته جميل، وراتب يعني وظيفته، واخد بالك؟ الى مناره منفصله عن المسجد قريبا منه وقد اعتاد الراتب صعودها والف الناس صوته، هذه الشروط. ومثل الاذان التسبيح اخر الليل المسمى بالاولى والثانيه والاب،
يعني كانوا زمان دي ايه ما كانش فيه منبهات ولا في ساعات، الناس تصلي العشاء وتخش تنام، يجي يقلق بالليل ما يعرفش تصلي على الفجر قد ايه، يفتح يلاقي الدنيا ضلمة، ما فيش حتى راجل يفتح يقرا في القران من غير تواشيح ولا اي حاجه. فالمدن ابتدوا يعملوا ايه، وبعدين ساعات يبقى الانسان كمان مريض وعنده ارق وعايز حد يسليه بالايه، كل الناس نايمه وهو عنده الم وعايز يسمع صوت حلو، يقوم يقول لك مثلا عند منتصف الليل يجي يعمل تسبيحات كده وصوت تهليل صوت جميل اللي هي اسمها الاولى، يوم ما يسمعها يقول احنا كده انتصف الليل. ويجي مثلا بعد ما يبقى دخلنا على الثلث الاخير من الليل يطلع كده يعمل شويه تسبيحات وتهليل وحاجات جميله وتواشيح، يوم البني ادم يسمع. والاولى ليها حاجات معينه يقولها، كنت بحس تعرف تسمعها دي الاولى، والثانيه ليها حاجه معينه نشيد معين هو بيقوله كل يوم بصوت جميل، وما ما تسمعها تقول دي الثانيه، ده احنا كده بقينا ايه في الثلث الاخير من الليل. وبعدين فيها بقى الابد اللي هي لما يبدو الفجر، قبل ما يبدو الفجر بحاجه ساعه ربع ساعه يقول حاجات معينه، اللي هو الواحد مثلا يقول لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا من فيها ويعيدها كذا مرة، يقول خلاص ده الفجر قرب هاتوا أشرب بسرعة. وأخذ بالك إزاي كانوا بيعملوا الحاجات دي كلها علشان يدوا للناس اللي هم اللي نائم يستيقظ يستعد يتسحر وهكذا، يعرف الليل قرب ولا ما قربش. فإذا كان هو برضه من النوع اللي هو بيطلع يقول الأولى والثانية والأبد والحاجات دي، يبدو ان ده كان ايام الشيخ البيجوري في الثانية، دلوقتي ما بقاش في الثانية في مصر الا هي الفترة اللي قبل الفجر بحاجة بنقول الساعة 10 دقايق بس، اللي هي بقت الأخيرة بس، الباقي اتلغى. اتلغى ليه؟ لأن اللي عدم الحاجة تيجي ليه؟ لأن الناس بقت عندها ساعات ومنبهات وبتاع، خلاص الحكاية فاهمة، وتفتح إذاعة القرآن يفتح التلفزيون يعني يعرف يفتح الشباك ويلاقي جاره يسأله الساعة كام، يعني عنده وجه وسيلة يعرف الطريق. وعلشان كده لم يبقى إلا الأخيرة. فإذا كان هو ممن يفعل ذلك ونوى الاعتكاف والناس ألفوا صوته يبقى يطلع يقول الحاجة دي وتبقى دي من ضمن الأعذار. وما يفعل قبل أذان الجمعة برضه من قراءة الآية والسلام لجريان العادة، بذلك لأجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة، ولو ظهر الشعار بالأذان على السطح امتنع الخروج إلى المنارة. افرض سطح المسجد الطلوع ليه سهل سهل، ولو وقف فوق سطح المسجد هيؤدي نفس مهمة اسماع صوته لو خرج للمنارة، يبقى مفيش داعي يخرج المنارة، اتقوا بقى ما استطعت. شوف بقى هي ماشية على هذا، كل دي تفاصيل طالعة من ايه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وايه والآية اتقوا الله ما استطعتم. لأن في ناس تقول يعني ايه الدليل الحاجات الغريبة اللي قاعد يقولها الشيخ؟ الدليل إجمالي جوه قلب المسلم انه يراقب ربه فلا يقصر في طاعة مولاه. هذا هو الدليل الاجمالي، واللي تفاصيل الحياه بقى فبيحول لك تفاصيل الحياه الى احكام فقهيه تعرف ازاي تمارس الحياه بيها. ادي الحكايه كلها. يبقى ولو ظهر الشعار بالاذان على السطح امتنع الخروج الى المناره كما لقته الاذرعي لعدم الحاجه اليه. الامام الاذرعي ده ليه كتاب كبير في فقه الشافعيه 42 مجلد. من الأئمة الكبار. ولو شرط الخروج لعارض مباح قياسا على مين؟ على المحرم لما يشرط في الإحرام إن أحصرت فما حل حيث حصرتني. فقال لك طيب إذا كان الإحرام يجوز فيه الشرط يبقى الاعتكاف يجوز فيه الشرط. فإن قال مثلا أعتكف لمدة شهر ويكون أبوه جاي من الحج بعد أسبوعين، يقول على ان اخرج لاقابل والدي في المطار عندما يجي شرط او الخروج، يبقى خروجه ده جاي وما ينفعش اعتكاف لانه شرط. فهمتني ازاي؟ او يبقى عنده مثلا مصلحه معينه مهمه، عنده قضيه مثلا والقضيه دي هتنظر في اليوم الفلاني، فيعتكف ويترك انه يخرج اليوم الفلاني علشان القضيه بحيث يخلص المساله دي ويرجع وهكذا. يبقى ولو شرط الخروج لعارض مباح مقصود غير مناسب للاعتكاف
كلمة غير منافي الاعتكاف مهمة، لأن ما يشربش مثلا يقول إيه كلما استقبل زوجتي أخرج جامعا، ما ينفعش، لأن الجماع ناقض ناقض الاعتكاف، فلا يصح الشرط ده لأنه ناقض العبادة. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى لازم يكون عارض مباح غير مناسب للاعتكاف كلقاء سلطان، يعني هيروح عنده معاد مع رئاسة الجمهورية، هيقابل مثلا ايه رئيس الجمهورية او ما من ينوب عليه عشان يناقشوا ايه يعني قضية معينة، لانه هو راجل مثلا من اهل الهيئة، واخد من الهيئات، يعني في هيئات ووظائف معينة بتتبع منهم في مناسبات معينة، يروح يقابلوا فيها السلطان وهو عايز يعتكف، فلو ان هو يشرط ان الميعاد الفلاني يبقى ويبقى ماشي. وكذلك اذا كان طالب وعنده مقابله في الجامعه مع رئيس الجامعه او امتحان شفوي او عنده امتحانات في اوقات معينه وعايز يعتكف، فانه الاعتكاف ويشرط الخروج للامتحان، ويبقى خروج للامتحان جاهز، وهكذا. كلقاء سلطان او حاج، يعني واحد جاي من حج، صح الشرط، لان الاعتكاف انما يلزم بالالتزام فيجب بحسب ما التزمه، بخلاف ما لو شرط الخروج لغير عارض. لو قال ايه نويت الاعتكاف على ان اخرج كلما زهقت او كلما بدا لي، ما ينفعش تلاعب، لان الشرط في النيه الجزم، الشرط العام في اي نيه الجزم، انها تبقى نيه جازمه كويس، انما ما يسيبها كده كلما بدا لي، الله ما ينفعش. ما لو شرط الخروج لغير عارض، كان قال الا ان يبدو لي، او لعارض محرم كسرقه او غير مقصود كتنزه، كل ما اذهب كده اخرج كده برضه يتكفى روح النادي شويه، مين قلت ما يصح؟ صح، يعني حتى يعني فيها نوع من الايه؟ اساءه الادب مع العباده ده ومع المعبود، او مناسب للاعتكاف كجماع، فلا يصح الشرط في ذلك كله، بل لا ينعقد نذره اصلا بالنية دي، النية دي أصلا نية غير معتبرة، فلا ينعقد لها النذر. قول من حيض أو نفاس بيان للعذر، ومحل ذلك إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عنهما غالبا. المحل أنت إذا حيض ونفاس عذر، إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عنهما غالبا، يعني معناها 15 يوم فأزيد في الحيض، لأن نفرض واحدة بتحيض مدة حيضها 15 يوما، مدة ولا 15 يوما، هي ماشية كده، الشهر بتاعها ماشي نص حيض ونص نص حيض ونص، فنوت مثلا ايه ان تعتكف 20 يوما، يبقى لابد ان هيجي في مدة كام؟ يبقى هنا ده عذر، عذر لانها تخرج للحيض، لان هي لا تنفك عن الحيض في المدة دي، مدة الاعتكاف لازم تستغرق الحيض، واضح؟ ومحل ذلك إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عنهما، اللي هو الحيض أو النفاس، يعني غالبا بأن كانت تزيد على 15 يوما في الحيض وعلى 9 أشهر في النفاس لاحتمال تروها في هذه المدة. يبقى لما تبقى واحدة حامل وفي أول حملها وتنوي الاعتكاف شهرين، حلوة، ما هو الحمل في الغالب 9 شهور، يبقى مش هيطلع عليها النفاس. الا لو سقطت بقى جالها سقوط، يبقى ده غصب عنها، لانه ده مفاجئ. غير يعني ايه العاده ان المراه لما بتحمل بتكمل حملها مش بتسقط كده غصب، وعشان كده بنقول ايه وعلى 9 اشهر في النفاس لاحتمال طروها، يعني طروئها بيبذل الهمل تسهيلا، ودي لغه سهله المصريين يحبوا يعملوها كتير، طروئها لاحتمال تروها في هذه المدة، بخلاف ما إذا كانت المدة لا تخلو عنهما غالبا بأن كانت 15 يوما فأقل في الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس كما مر، لتقصيرها فإنها متمكنة من أن تعتكف عقد طهرها. يعني واحدة قالت هعتكف إيه شهر وهي حامل، ثم تجيب بقى وهي مكملة 8 شهور ونص وبعد اسبوعين هتولد، ولما ابتدي الشهر بتاعي، طب ما انت عارفه ما هيجيلي، ما كنت اعتكفت في السنه قدام الشهرين، واخد بالك ازاي؟ لكن لما تبقى ايه او تيجي مثلا عايزه تعتكف
10 ايام والدوره خلاص هي اصلا طهرها 20 يوم، الدوره خد عليها 5 ايام تيجي تقوم تبتديهم. طب ليه ما تستنى مع طهر الجديد وتكفي في ال 10 ايام على بعض؟ فهمت بقى؟ قول فتخرج المراه من المسجد لاجلهما، اي وجوبا وجوبا لتحريم المكث فيه عليها حاله الحيض او النفاس، ومثلهما الجنابه من نحو الاحتلام، فيجب الخروج على الجنب من المسجد للغسل منها فورا فان لم يبادر ضرر كما مرض. قول او عذر من مرض، ومن ضمن الاعذار برضه انه فجاه مرض في فتره اعتكافه، نوى يعتكف اسبوعين يدوب بعد 3 4 ايام جاله دور برد، قعد شويه قاوم يكمل، لا ابتدى السخونيه، ابتدى يفرح، ابتدى يتقايل والمرض بيزيد، يبقى له ان ياخد بقى ايه؟ يقطع اعتكافه عشان يتعالج ويروح للدكتور وياخد دواء ويجب من يمرضه، يبقى دعوه. او عذر من مرض، اي ولو جنونا او اغماء، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج لهما ولو بقي في المسجد مع الاغماء حسب زمنه من مده الاعتكاف، حسب زمنه من مده الاعتكاف، بخلاف ما لو بقي مع الجنون فيحسب زمنه. يعني اغمى عليه في المسجد وفضل قاعد في المسجد لحد ما جم شافوه، اغمى عليه مثلا من بعد العيد، اخذوا الجامع وهو راجل قاعد، جم يفتحوا صلاه الفجر لقوا الراجل مغمى عليه في نص الجامع، مش ميت مغمى عليه. يبقى المده الليله اللي نامها دي كلها المكتوبه من الاخر كويس، مده الاغماء دي كلها، فلو كان ناوي مثلا اللي كان يوم وليله يبقى انقبض يوم وليله ايه، وتتحسب من ايه؟ من مده الاخر ده في الاغماء. طب افرض جن المجنون ليس اهلا للتكليف فما تتحسبش، المغمى عليه غير ايه؟ غير المجنون، والنائم كذلك تتحسب مده اعتكافه من نومه، مش كده برضه؟ المغمى عليه والنائم، لأنه المغمى عليه إذا عودي لا ينتبه، والنائم إذا نبه لا ينتبه، والمجنون إذا نبه لا ينتبه، فهناك فارق. خد بالك ازاي؟ أما السكران ما تتحسبش إذا كان متعديا بفقد عقله بالتعدي. نعم. شوف الحاجات دي كلها قالها الشيخ، ما قالهاش كثر دي كلها، لكن كل ما تقعد تقرا هو بيربي فيك العقليه الفقهيه اللي بيها، تقدر انت كمان تزود حاجات، كل شويه تزود حاجات، دي بركه القراءه في مثل هذه الكتب اللي فيها حواشي وتفاصيل كثيره وصور كثيره في نفس المساله وصور كثيره عشان يولد فيك ايه عقليه الفقيه اللي يستطيع ان هو يعرف يفتي غيره ويفتي نفسه فيما يقرا من امور. يبقى او عذر من مرض، اي ولو جنونا او اغماء، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج لهما ولو بقي في المسجد مع الاغماء حسب زمنه من مده الاعتكاف، بخلاف ما لو بقي مع الجنون فلا يحسب زمنه، لان المجنون ليس اهلا للعباده. لان العقل مناط التكليف والجنون جاي له في مناط التكليف. كده؟ مرضه جاي في مناط التكليف. وقوله لا يمكن المقام معه بضم الميم، اي يشق الاقامه مع ذلك المرض في ايه؟ في المسجد. فالمراد عدم الامكان المشقه لا التعذر ولا التعثر كما يؤخذ من قول الشارع، بان كان يحتاج لفرش، هي المقصود مطلق المشقه مش التعذر وهو يعني يستحيل، ولا هي التعثر يبقى يقدر يقعد بس بعذر، لا يبقى التعذر معناه استحاله المقام، والتعثر انه يستطيع بس مع صعوبه شديده، يبقى مش المقصود لا التعذر ولا التعثر، فالمقصود مطلق المشقه، يعني اي مشقه، فلو ما هيجي بعد المشقه يبقى خلاص يقطع الفكره، ولو عايز فراش طري شويه ظهر وضعه وعنده الام في العضلات في المفاصل، ولو نام على ارض المسجد الارض مش موسعه ولكن السرير بتاعه بيريحه، يبقى يقطع الفكره عشان ينام على السرير بيريحه. يبقى المسألة هنا إيه؟ مطلق المشقة اللي بيها تبقى العبادة صعبة. مش التعذر ولا التعثر، فهمت الفرق بين التعذر والتعثر؟ التعذر استحالة المقام والتعثر إمكانه مع صعوبة شديدة. وعشان كده قاعدة المذهب الشافعي عنده قاعدة عموما في كل الفروع يقول لك الإيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور.
اللي هو جايبها منين؟ الامام الشافعي من حديث الرسول: وقت مما امرتكم منه ما استطعت، وقت مما امرتكم ما استطعت. كما يؤخذ من قول الشارح لان كان يحتاج لطرش الى اخره، لان غرضه لان كان يحتاجه اي الشارح هنا لطرش وخادم وطبيب، او يخاف تلوث المنزل، جاله مثال وما بيمسكش نفسه ممكن يلوث المنزل لان المرضى مسافر، ويجي له دور في الاسهال يلاقي نفسه بيجري، وهو بيجري يوقف في المنزل ما ينفعش، يبقى في حاله خايف تلوث المنزل. او يجي له دور خير والخير نجم يزرعه القلب، بص تلاقيه قاء في المنزل، طب ما خلاص بقى يروح ايه؟ عشان ايه ما يلوثش المنزل وهكذا. كاسهال وادرار بول برضه، يعني ايه البول على ما يروح دور الميه بتاع المسجد الميه ويرجع يلاقي نفسه عايز يرجع تاني، عشان البول عنده واحد كتير ورا بعض، والبول داخل المسجد مكروه ويحرم في ايه؟ في الحرمين. بقول الكلام ده ليه؟ لان في ناس تعتكف في رمضان في الحرمين في رمضان، والاعتكاف هناك زحمه شديد، وانا شفت ناس يبقى عنده بروستات يروح يجي في خلف المسجد داخل المسجد في الحته اللي عاملينها للوضوء، يجيب ازازه يموت فيها لانه مش قادر يمشي بسبب كبر سنه، بسبب السكر، وبسبب ادرار البول، والزحام هناك كمان، لانه حاجة. حتى على ما يوصل حلقه الطابور هتنزل منه غصب عنه، يقوم يعمل ايه؟ يجيب حته كوبايه كده ويقف في الركن كده جوه المسجد في ركن بعيد ويبول. شفتها انا من كذا معتكف. اذا كنت انت من هذه العاده وعارف الزحام ولا تتحمل ما تعتكفش حتى لا ترتكب المحرم هناك كده برضه، يبقى اعتكف وانت شباب تستحمل وتقدر تستنى، اما تكبر شويه خلاص بطل اعتكاف في رمضان. عايز تعتكف هناك اعتكف في غير رمضان، تبقى الدنيا رايقه، ولما تيجي تنام تنام قرب الباب، ما تنامش ايه قرب الكعبه، علشان كمان لما تقوم مزنوق تطلع على طول تبقى جنب نص الميه، تمشي يا دوب مسافه سريعه، ثم تلوث نفسك وفي نفس الوقت يبقى الانسان لازم يراقب نفسه في تطورات حياته المختلفه بحيث تبقى عبادته صحيحه وما يرتكبش غلط. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الشاب في اعتكافه غير العجوز، غير المريض، غير اللي عارف عكسه كده وهكذا. وقول وادرار بول اي تتابعه ومما جرب له. هنا بيقول ايه؟ وادرار بول هو قال لك الامثله، فبيقول ايه؟ لأن غرضه به تصوير عدم الإمكان، فلو تحمل المشقة ولم يخرج من المسجد مع المرض حسب زمن من مدة الاعتكاف. طبعا زي الصيام، افرض ما ربنا عايز الصيام، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب افرض أنا مريض وصمت، يتحسب صوم، يتحسب صوم. لكن لو أفطرت لا بأس. طب افرض أنا مسافر وصمت، يتحسب صوم. كذلك لو أنا إيه تحملت المشقة وقعدت يتحسب هذه الفترة من الاعتكاف بتاعك، خلاص ما فيهاش مشكلة، يعني مش من نواقض الاعتكاف يعني. قولك إسهال ومما جرب له، هو الشيخ البيجوري يحب يجيب لك شوية وصفات طبية كده علشان إيه وأنت بتقراها تتعالج بالمرة يعني، فجزاه الله عنا خير. ما كانش الطب منتشر وكان كل الحكاية عطارة، حاجات جميله كده حلوه، وربنا كان بيشفيهم والله احسن من ايه؟ من الادويه المعقده بتاعت اليومين دول، لانهم كانوا ناس طيبين مش معتمد على السبب، كان بياخد السبب تعبدا وقلبه مع الله والشافي، يقوم ربنا يشفيه ولو بجرعة ماء سهله كده، واخد الحكايه سهله لان الشافي والله. لكن كل ما تركن السبب يقوم ربنا عقد لك السبب، ما ينفعش ايه سبب واحد، انت تاخد الدواء ده وبعد ساعتين ده وبعد ذلك تتحس ده وبعد خمس ساعات مش عارف تعمل ده وبعدين ده البول وده من فوق وده بالشكل وده مش عارف ايه وده من فوق، الاخر هو الشافي برضه. لكن انت عشان بقيت معقد مع الاسباب يقول ربنا زي بالظبط البطل، لو جابوا اي بقره كانوا يروحوا، لكن ما لونها وما صفاتها ومش عارف عند مين ودينا عنوانها، ده يا ادم ده يا ادم ده. فهم كانوا زمان سهلين، عيان عيان كان حصل فيه شفاء لنا، ياخد له الشرب بتاع عسل كده ويقول له طب ادعو عشان قضى حاجه ويمام يوم سهله كده. وشفنا اجدادنا كده والله، يعني انا كان ليا جد من الاجداد ما راحش للدكاتره ابدا،
كان كل ما يعيا كده اهو يجري نفسه يشرب له مش عارف غرق، وكان يعيا برضه كل حاجه مش معنى ما بيعياش كبير، لكن كانت حاجات بسيطه كده، وكان كل يجيله كده ما يغلطش الدكاتره ياخدوا اي حاجه، ياخدوا اي حاجه بسيطه كده، لحتى كانوا يعملوا ايه ياخدوا شرب، يقول لك خد شرب عشان تنزل السموم، ويمكن مرضه مش في الجهاز الهضمي اصلا ده عنده بس وجع في العمود الفقري ياخد له اسهل بطيء، يعني اسبابه خلاص تعبديه، واخد بالك ايه سبب لانه سايبها لله ويخف. فمرة الابن ده لما كبر بقى راح للدكتور، ابنه بقى قاضي كبير وابوه بقى كبير عجوز تعبان، راح للدكتور وكان دكتور مشهور بقى في مصر، فقال له خد الابن كده، قال له ابونا لو كان اي حاجة، قال له لا ما تستحملش يموت اسبوع بسر كده، وجود الغاوي ياكل كتير وياكل طرش اللي هو الراجل التاني، فهو نازلين الراجل الدكتور ده تحتيه فتاتان يعني، فبيقول له عايزين نسير فيه، هو بقى خايف يقول لي لابوه لو كلت فيك هتموت، ما الدكتور لسه ايه. فلما لقى ابوه مصمم قال له بس بقول لك الدكتور قال هتموت لو كلت فيك، قال لي يا اخي اعتبر نفسنا هنروح للدكتور بكره، يعني ما نعرفش ان عندنا دكتور ناكل دلوقتي ومن بكره ننفذ. اسلوب المنطق بتاعهم لانها سايبها على الله وعاش عليها ثلاث سنين، هو كان وهكذا، يعني الناس زمان بسيطه بسيطه، تلاقي ايه تعلقهم بالاسباب بسيطه، انما لما عقدنا احنا الاسباب بقينا يعني ينشروا العظمه دي علشان يعمل شرايين في القلب، وينشر مش عارف ايه علشان يحط مسمار في العظمه، وشغلانه صعبه، فربنا ينجينا. فيقول من تماشي مع الله بسهوله يديلك حتى بسهوله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مسجده الشريف، يجي له واحد يقول له انا سايب اخويا في البلد الفلانيه، بلد بعيد عن النبي، وهو سمع ان النبي ده ربنا مش الناس دي جاي لرسول الله، اخوه بقى عنده السفه والبطن قد كده وفشل كبد، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قاعد في وسط الصحابه يعني اليوم، فبيشتكي له، فقام النبي عمل يجيب شويه تراب من على مسجد من تراب مسجده الشريف واتكل فيها وقال خذ هذا واعطيه لاخيه بتربه ارضنا وليق في بعضنا يشفى مريضنا باذن الله. الله خد شويه تخطيط المعجون بريد النبي ادى لاخوه، وبعد كام اسبوع بص لقى اخوه جايين ويقعدوا مع النبي خف ببساطه كده بحلاوه، انما احنا عقدنا الدنيا للطب الانجلو ساكسوني اللي بنتعلمه في كليه مصر ده ايه؟ عقدونا يا يا سيدي ده دي خطر بكمال التوكل على الله والتسليم لله، وفهمك ان الفلسفه من السبب هي التعبد مش الفعل، مش ان السبب فاعل، ده اصلا حكمه اخذك للاسباب هي اظهار الافتقار. نعم الافتقار العبودي، فاذا اظهرتها اغناك الله. نعم ربنا يخلق لك الغنى على طول، فاهم؟ هذه الحكايه كلها في اي سبب كنت، بس ايه؟ اظهارا لايه؟ الافتقار، اما ان يجيب المضطر الى ذلك. فهنا بقى بيقول لك الاسهال ومما ضرب له حب الرشاد وبذل القط القطبونه البذل القطن يعني، فيؤخذ منهما جزءان ويقمصان ويدقان معا ويسفك منهما على الريق كل يوم نحو 3 دراهم وزن، يعني كانوا بيوزنوا بالدراهم. وقول ادرار لون اي تتابعي، ومما جرب له الحمص مع الخل في الذكر، فينقع الحمص في الخل 3 ايام ثم ياكل الحمص ويشرب عليه الخل، ابتدت الامور تتعقد، يعني اسباب العلاج ابتدت تتعقد من بعد النبي تدريجيا 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 لحد ما وصلوا دلوقتي بقوا يمسكوا العيان يطعموا الطين عشان يخفوا، برضه ما بيخفوش. ربنا ينجيه. خش معهد الاورام شوف بيعملوا في النفس، يعملوا استئصال نص حسن، يطلع يبقى كان داخل العمليه اسمه حسن، يطلع اسمه حسن عشان شال الباقي.
وبعدين في الاخر برضه ما سكتش. فبقت الامور صعبه. حضرتك اعرف حد يعني كان عندي مرض شديد جدا من بياخد ادويه كتير وادويه كتير نتيجه، وبعدين في مره سدد من الله عز وجل وكان بيذكر الله باسم الله القهار. ايوه. فدعا ربنا عز وجل قال اللهم اتقوا اعزني بالمرض فقع المرض بالشفاء. حاجة ربنا ألهمه. ربنا ألهمه الدعاء. إذا ألهمك الدعاء المناسب يوم يجي مفتاح التأثير من الله عز وجل. فده كان اسم الله الأعظم ليه في الحالة دي، لأن اسم الله الأعظم يختلف من كل حاجة، اختلف الحياة. أنت كده بتسال. لأن حالك أنت هو اللي بيخلي اسم الله أعظم، لأن كل اسم الله أعظم ليه. فهو الحال، حل الصراط أم من يجيب المضطر. فأول ما تذكره بأي اسم مع الاضطرار هو ده الاسم الأعظم. فهمت بقى؟ وعشان ما الراجل اللي جابوه اللي هو كان عنده عمى في الصعيد وجابوه قريب في التلفزيون ودعا ربنا مش عارف ليلة من ليالي رمضان هو أفضل جابوه لسه من قريب بتاعه، لأنه ما زال الله على كل شيء قدير، ولا هو كان على كل شيء قدير زمان ودلوقتي لأ. ما هو هو على كل شيء قدير ما زال سبحانه. قال يقهر لنا اليهود ويخلصنا منه. قول وخرج بقول المصنف لا يمكن الى اخره، اي لانه قيد في جواز الخروج لرب المرض، وقول المرض الخفيف كحضن خفيفه فلا يجوز الخروج من المسجد بسبب، يعني جاب شويه صباع بسيطه شويه زكام بسيطه وما بتزيدش وكل يوم احسن من اللي قبله خلاص ما يخرجش، اي وكصداع خفيف، وقول فلا يجوز الخروج الى اخره، اي فيحرم في الاعتكاف المنذور المقيد بالمده والتثابت كما هو فرض الكلام. فهذا يؤيد ما سبق من ان قول المصنف ولا يخرج من الاعتكاف الى اخره مفروض في الاعتكاف المنذور المقيد بالمده والتثابت، لان يعني الاعتكاف المطلق والمقيد بالمده من غير تثابت يجوز الخروج من المسجد فيهما، لأنه هو مطلق اعتكاف غير التتابع، فممكن يخرج بس الخروج في الحاجات اللي زي دي بيقطع مدة الاعتكاف وعليه ان هو ينوي اعتكاف جديد ويكمله. لكن لو نظر اعتكاف متتابع يبقى هنا لازم يستأنف بقى، لو خرج يستأنف من اول جديد. وان كان ينقطع به الاعتكاف على ما مر يبقى ينقطع الاعتكاف، لكن مش مشكله يبقى ينوي اعتكاف ثاني. وقول بسببه يعني بسبب الحمى الخفيفه، ولو قال بسببه ويكون الضمير رجع للمرض الخفيف لكان اقعد، عشان المرض الخفيف ده امثلته كثيره والحمى الخفيفه دي احدى الامثله، فما كانش يخلي الضمير يعود للحاجه الضيقه، فدي الحاجه الكبيره اللي تحمل ايه امثله كثيره. قول ويبطل الاعتكاف بالوصف مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم، لازم بثلاث شروط، اي لمنافاته ويبطل الاعتكاف اي المنذور وغيره سواء المطلق والمقيد للمده المتتابعه وغير المتتابعه لما هو قضيه اطلاق. اما نقول يبطل يعني معناه ايه؟ يعني يفسد، يعني المده اللي فاتت ما تتحسبش من الاعتكاف ايه؟ اللي ارتكبه. يبقى عندي يبطل وعندي ينقطع وعندي لا ينقطع، عندي ثلاث حاجات. يبطل يعني خلاص اللي فات ما استفادش منه الا الذكر اللي ذكره، القران اللي قراه، الدعاء اللي دعاه، الصلوات اللي صلاها، لكن ما يتحسبش الاعتكاف اللي فات، لكن يتحسب الاذكار اللي عملها والعبادات الثانيه، لكن مش كونه معتكف، لكونه ذاكر، لكونه عالم، لكونه مصلي. فهمت؟ ده معناه يبطل الاعتكاف. فان كان مثلا ناوي ان يعتكف ثلاثه ايام كويس، فجاء في اليوم الثاني وجمع زوجته عالما عامدا، يبقى بطل اعتكافه عليه انه يعيد من اول وجديد عشان يوفي الثلاثين. كويس؟ يبقى دي معنى يبطل. يبطل معناها كده. غير ينقطع، ينقطع يعني ايه؟ محسوبه المده دي وبعد كده وقف الحساب لحد ما يرجع ينوي جديد ويضاف ليه. فهم؟ يبقى في ينقطع وفي يبطل، دي نقطة مهمة تاخد بالك. ويبطل الاعتكاف أي المنذور وغيره سواء المطلق والمقيد بالمدة المتتابعة وغير المتتابعة كما هو قضية إطلاقه، قوله بالوقت أي لمنافاته العبادة البدنية
ولا فرق بين ان يكون الوصف في المسجد او خارجه عند خروجه لقضاء حاجه او نحوها، ولا يخالف ذلك قوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، لان قوله في المساجد متعلق بقوله عاكفون لا تباشروهن، فالمعنى ولا تباشرهن ولو في غير المساجد عند الخروج لقضاء الحاجه حال كونكم نويتم الاعتكاف. كده برضه بتصفها من ايه كده او نحوها. والحال انتم عاكفون في المنام قول مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. الثلاث شروط: الاختيار ينفي الاكراه، والذكر ينفي ايه النسيان، والعلم ينفي الجهل. يبقى عندي النسيان والاكراه والجهل اعذار. أحوال ثلاثة من فاعل المصدر المقدر وخرج بذلك ما لو وطئ مكرها أو ناسيا للاعتكاف أو جاهلا بالتحريم معذورا. وأما الجاهل غير المعذور فهو كالعالم التقصير كما تقدم في الصوت. إيه الجاهل غير المعذور؟ الجاهل غير المعذور اللي هو نسع في مدينة فيها علماء وطول عمره مسلم، واخد بالك إزاي؟ ووسائل التعلم والسؤال سهلة قدامه، يسأل الناس يتعلم ايه اداب الاعتكاف ايه مفصلاته، وبعدين هو ما كلفش نفسه ده كله مع سهوله هذه الاسباب له، فيبقى ده جاهل غير معذور. انما الجاهل المعذور اللي نشأ في بلديه بعيده عن الاسلام او حديث عهد الاسلام او في بلده ليس فيها عالم من علماء المسلمين، واخد بالك؟ كل ده يبقى جاهل معذور. زي الاجيال اللي اتربت في الشيوعيه في البلاد الشيوعيه هم في الاتحاد السوفيتي حوالي 100 سنه اجيال طالعين ما يعرفش الا انه مسلم بس، ولا بيصلي ولا يعرف يصلي ازاي اصلا ولا حافظ فتحه، لكن تيجي تسالني يقول لك انا مسلم، ابي كان مسلما وجدي كان مسلما. شوف القران في ايدك يعيط شوكه لانه كان ممنوع، يبقى ده خلاص معذور او ده بقى جاهل معذور ويبعث امه النبي مع انه ما سجدش سجدة ولا صام يوم ولا عمل حاجه ما يعرفش، وكان عنده اموال وطلعت زكاه لانه ما يعرفش، لكن قلبه بيعتصر الما بيحب الاسلام، بس ممنوع انه يتعلمه ولا يجب من يعلمه. فهمت بقى؟ فالحاجات دي كلها مهمه بتوسع صدرك للناس اللي هم في البلاد البعيده اللي اكرهوا على الكفر فلم يتركوا الاسلام لقلبهم واظهروا الكفر بس علشان حياتهم تمشي، عشان يدخل المدرسه لازم يكتب في الامتحان كلام الالحاد والا ما يدخلوش المدرسه، ولا يسجلوا له يعمل دكتوراه، ولا يتوظف في الوظيفه، ولا ياخد الشقه اللي بيوزعوها على الشبان عشان يتجوز، ولا يعرف يلاقي حياته كلها يوم يكتب لهم كلمتين كفر علشان حياته تمشي، وهو قال مش مقتنع بيه. كل دول براء من أمة النبي براء يبعثوا، يعني هم حاولوا ياخدوهم وينزعوهم من حضن النبي وفضلوا برضه في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم ومن أمته حلوين ويبعثوا من الأب يدخلوا الجنة برضه يقولوا ده فلان. ما هو كفار؟ كان أراد أن يدخلهم النار معاه، فبرضه ما عرفش يدخلهم النار معاه. يعني اللي ناس في القاهرة ده جاهل غير معذور، لأن لا يخلو مسجد في القاهرة إلا وتلاقي واحد خريج أصول دين ولا شريعة ولا حاجة يجي يسأله يعرف نواقض الصلاة إيه، مقتضيات الصلاة إيه، يعرف النجاسة إيه، سهلة. لكن هو ما كلمش خاطره، ده جاهل غير معذور. أنا كنت بعمل عملية العيانة مولودة في باب الخلق. من باب الخلق دي يعني ايه؟ يعني بين السيده زينب وسيدنا الحسين. يعني عملها اغنيه يقول لك من السيده للحسين. عملها اغنيه. وبعدين بقول لها وكان عندها فشل كلى فبنعمل لها عمليه برنج موضعي كده. فبقعد اكلم العينه عشان ايه اضيع الخوف اللي في قلبها من وسط العمليه. ساعات لها عيني بدافع وسط العمليه مرعوب من الدكاتره والدنيا. فقاعد بتبسط معاها في الكلام يعني بقول لها يا ست هي الفتحه بس كده عشان ربنا يسهل لي تطمئني مش هتحس بحاجه. ما تسمعيني الفتحه. انا بستغل لها فرصه اصحح الفتحه اللي جايه مني لان ساعات بتوع غلط اللي تقول لي اياك نعبد ولا لا اقول اياك بقى اعمل لها شيخ بقى وانا قاعد شغال عشان اصلح لها فتحتها تصدق تقول لي مش حافظها
قعدت الح عليها الفتحه هي بتسال عليا قلت لها انت مكسوفه ليه؟ بتكتب ليها مكسوفه؟ تقول لي والله انا حافظاها يا بيه. يعني وجدتها حكيمه في المستشفى. فدي معذوره دي؟ ده جاهل معذور؟ يعني في قلب القناة عايز ايه بقى؟ ده جاهل غير معذور. يبقى او يعني كالعالم والجاهل غير المعذور فهو كالعالم لتقصيره كما تقدم في الصدر. قول واما مباشره المعتكف اي كلمة وقبلة وهذا مقابل الوصف ومثل المباشرة للسناء وقرب بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فيهما فلا يذكر اعتكافه بذلك ما لم يكن عادته الإنزال إذا نظر أو تفكر. فبيقول هنا إيه؟ وأما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فل. وكذلك الاستمناء كذلك كده برضه؟ طب افرض هي مش عارفه انه لما مثلا يصافح مراته كده ويوصلها انه يعني بس لما طلع اعتكافه بقى له ثلاث شهور معتكف فحصلته على خلاف عقله بيمسك ايه ده كده ويسلم عليها مع السلامه ويقول لها نفسه امن دي على خلاف عقله ده عمرها ما حصلته او ده لا يدخل اعتكافه لان دي على خلاف عادته خلاف اللي هو عارف ان دي عقله يبقى منقصر يبقى هو قاصدها بقى فهمت بقى ازاي؟ كل ده زي ما بقول لك اتقوا الله ما استطعت. بيفهمك المراقبه ان تعبد الله كانك تراه لم تكن تراه انه يراك. وقول بشهوه قرب به ما اذا قبل بقصد الاكرام او الشفقه او بلا قصد شيء فلا يدخل اعتكافه بذلك وان انزل مثل ما في الصوم والقاعده ان ما يبطل في الصوم يبطل الاعتكاف وما لا فلا. يبقى كل ما يبطل الصوم نعم لو حدث من المعتكف يبطل ذلك ايه يبطل ذلك وان فلا اي وان لم ينزل فلا يبطل الاعتكاف ولا يضر في الاعتكاف التقيد يعني ممكن يعتكف ويحط فيه ما يجراش حاجه والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنه ونحو ذلك لانه لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولا امر بتركه وللمعتكف ان ياكل ويشرب ويغسل يده في المسجد والاولى ان ياكل على سفره سفره يعني ايه؟ يعني على مفرش المفرش ده يسموه سفره انما الترابيزه اللي احنا بناكل عليها اسمها خوان اللي هي حاجه مرتفعه اسمها خوان ولم ياكل النبي على خوان قط واخد بالك؟ النبي كان ياكل على السفره دي اللي هي اما سمع اللي تفرشه كده على الارض او مفرش او حاجه يحط عليها ليه بقى؟ عشان تحمي المسجد من فضلات الطعام. نعم. دي اداب الاكل في المسجد انك لازم تعمل سفره كده. يعني حاجه تفرش وسميت سفره لانها تستر عما فيها. مش كده برضه؟ يعني تظهر ما فيها. وكذلك المراه اللي هي اظهرت لنفسها ما سافرت لانها اظهرت ما ايه؟ ما كان عيد السفر. نعم. والسفر يظهر اخلاق صحيحه. فسموه سفر عشان كده. واسفل الاصفار علشان يظهر النهار من الليل وقت الاصفار كلها جايه من السين والفاء والراء. او يغسل يده في قشت او نحوها قشت دي كلمه مصريه طبعا هي صفر هي اصلا صفر فالمصريين حطوا لها ثلاث زي يقول لك المصريين يقول لك بتاع هي متاع متاع نعم فقلبوا الميم ب بقت بتاع ولا ايه ده بتاع يعني اصلا متاع لان الميم والباء يقلبان محل بعضهما مكه وبكه فدي لغه فصيحه برضه يعني بتاع دي لغه فصيحه لغه بتاع لان في لغه العرب ان الميم تقلب باء تفضل فصيحه برضه واخد بالك يقول لك البتاع بتاع البتاع واخد بالك ويعملوها نكته وهي هي مش نكته ولا حاجه هي كلمه فصيحه فصيحه نعم بتاع اللي هي متاع هم المصريين نفسهم هي يقعدوا يسبوا يلعبوا لكن اللغه المصريه عموما علماء اللغه الفصحى لما نظروا الى العاميه المصريه وجدوا ان هي اغلب اكثر عاميات اللغه العربيه فصاحه قريبه من الفصاحه اللي خلاها كده ايه وجود الاصل
وعلماء الازهر هم اللي خلوا الحكايه كده. حتى الامثله بتاعت المصريين تلاقيها ايه ليها علاقه بالفقه. لما واحد يجي يدخل في حاجه ويعكها يقول له خليتها خل، خليتها خل، دي قاعده فقهيه، لانه لو خلل الخمر تبقى نجس بفعله، يبقى ضيع عمليته. لكن لو تبقى تتخلى لوحدها الثانيه تستفيد بيه. فلما يدخل في مساله ويعكها ويزودها تعقيدا يقول له ايه خليتها خل، يعني دخلت في الخمر خللتها فتخليتها زي ما هي نجس، فبقى خل نجس. لو كنت شفتها كانت اتخللت لوحدها وكانت طهرت. فكلمه خليتها خل دي فيها قاعده فقهيه فواخدوها، يا ودي كلمه بنقولها في وسط كلامنا العادي. فتلاقي معظم الحاجات العاميه واخدينها من الازهريه، واخد بالك، من علماء الازهر، لانه كانوا ايه منتشرين في كل نجع وكل كفر من كفور مصر. تلاقي لا يخلو واحد ازهري قاعد يعلم الناس. وان يغسل يده في قسط او نحوها ليكون انظف للمسجد، ويجوز رش الماء المستعمل فيه، خلافا لما جرى عليه البعض من التحريم. الماء المستعمل في الوضوء، يعني انت استعملت ميه في الوضوء، وبعدين المسجد كان زمان المساجد بتبقى فيها جزء منه سماوي كده، فبيبقى الشمس ضاربه فيه طول النهار وبتعمل حراره، فيجي هو بقى معتكف طول النهار فيجمع الميه اللي بيتوضا بيها ويروح راشيشها كده تعمله تراوي. ودي ماء مستعمل لانه كان زمان الميه قليله، فبدل ما يرميها يحتاج انه يرشها. فالامام البغوي قال لك دي تبقى مكروهه لان الماء مستعمل في الحدث، وعند الاحناف تبقى مشكله. فهنا بيقول لك لا، الراجح انها لا ترى، لا ترى. ويجوز رش الماء المستعمل فيه خلافا لما جرى عليه البغوي من التحريم. طبعا المستعمل في الوضوء اللي نزل نظيف كده، مش المستعمل في الغسل بعد ما كان بط وورد وكله زفاره وسمنه، وبعدين يقول لما ابني هنا ارش على الجامع ينجس، يعني يقذر المسجد. لا، يعني مقصود المستعمل في عباده لا لم يتغير صفه من صفات ريحه ولا لون ولا طعم. هذه معنى المستعمل. ولا المستعمل مثلا في الغسيل وهو مختلط بالصابون ومختلط مش عارف ايه، وبعدين يرمي في المسجد يبقى يجوز؟ لا، يبقى المقصود هنا مستعمل هنا ليه معنى، يقصد المستعمل في وضوء او غسل ما لم تتغير صفه من صفاته ولم يتقذر به، خلافا لما جرى عليه البغوي من التحريم. ويجوز الاحتجام والفصل فيه في اناء مع الكراهه، يعني افرض طلع له دم وهو معتكف ممكن يعصره كده ويطلع الصديق، بس يحتاط ان هو من وسخ المسجد ويفتحه في ورق الكلينيك وهو جوه المسجد، مشكله. وكانوا زمان بيجي الحجام ساعات يحجمهم في المسجد بس بدون ما يلوث المسجد. والحجامه نوعان، حجامه جافه وحجامه رطبه. لو جافه مش بيخرج منه حاجه اللي هي كثافه الهواء، فدي مش مشكله تحتاج يخرج لانها ما فيهاش حاجه بتتسخن. لو كانت بقى رطبه يعني بيخرج يبقى ايه؟ يبقى زي الفصل، يحتاط انه ما يلوث في المنزل لكن نوعا ما. والفصل فيه في اناء مع الكراهه الى امن التلويث، واما البول فيه في اناء فيحرم. اهو، واما البول فيه يعني في المسجد في اناء فيحرم. اذا كان يحرم في كل المساجد يبقى سد الحرمه في المساجد المكرمه. نعم. فتاخد بالك عشان معتكفين رمضان لو رحت هناك اعتكفت في العصر الاواخر هتحتاج المنظر ده كتير، لان الرجاله بيعملوه هناك وهم مش عارفين ان ده حرام كده من تحت. عارف الناس لو عرفت كده حل العذاب ده ما يروحش يعتكفوا والمسجد يهتم بيهم ده شويه. هم مش هيعرفوا يعتكفوا. انما كده كله راكب فوق بعضه، حتى تيجي تتعدى تلاقي نفسك مش عارف تتعدى. اهل الاعذار هم يقعد كده جنب البيت ويبقى حلو بياخد الثواب ويسيب الناس الثانيه تتعدى برضه عباده حلوه، وكل يوم ربنا ورب هنا ورب هناك، وحكايه سهله، حكايه سهله. في بعض الناس بيروحوا العمره ما بيبقاش معاه تكاليف المقامه في مكان هل ده يجوز؟ من ضمن اسباب الاعتكاف الفقر. ما يدرسش حاجة، لا يجد مأوى، ما هو ابن سبيل، ابن سبيل ما يدرسش حاجة، بس يراعي أدب الاعتكاف، بس يراعي أدب الاعتكاف. والفرق بين البول والاحتجام والفصل أن الدماء أخف منه بدليل عفو عنه في محلها وإن كثرت. الدم نجس والبول نجس، لكن الدم بيعفى عنه في الجرح،
لو في جرح او في مثلا حتى واحد الجرح والاسره اللي بتبقى على الجنب الناس قايلين نجس ده ما نجس اسر لكن بيقف عنه يصلي بيه فاش مشكله يقف عنه بخلاف لو بول جف عليه لا يقف عنه يبقى النظره للدم له صور فيها معصوبات لكن البول ما فيهوش معصوبات عشان كده البول اشد وبالتالي قال لك ان الفصل والحجامه مكروهه والبول حرام يبقى الاثنين مش مطلوبين بس واحدة أخف من واحدة فواحدة خفيفة شوية فقال لك مكروه واحدة شديدة قال لك تبقى حرام وإن كثرت وإذا لم تكن بفعله فإن كانت بفعله لم يعفى إلا عن القليل وإن كثرت إذا لم تكن بفعله بيقول لك ان الدماء اخف منه بدليل العفو عنها في محلها وان كثرت اذا لم تكن بفعله يعني هو اللي جرح نفسه يبقى ده بفعل يبقى ما يعفاش عنه واخد بالك ازاي وان كثرت اذا لم تكن بفعله يبقى لو كان جرحه كبير لكن مش بفعل نفسه والدم عليه كتير يعفى عنه لكن بالفعل هو اللي بيجرح نفسه حتى لو كان دم قليل يبقى لو كان هو فعله يبقى لا يعفى الا عن قليل لو كان بالفعل قليل ما عفى عنه لان القليل ما عفى عنه وحد القليل ايه؟ الارض الارض ملوش يعني مساحه معينه متروكه الارض وله ان يتزوج ويزوج بخلاف المحرم ايوه في محليه يعني في مكانها يعني ما ينتقلش الدم عندما يوضع ده لو انتقل الدم يعني انا بترك في ايدي يبقى يقف عن الدم في ايدي في موضع ده ما يقفاش عنه وهو على دراعي كده يعني ده مش موضع ده يبقى ده لازم كده لو الجرح بتاعه ينشع فنفع على على الملابس في موضع تغطيه الجرح يبقى كده ضابط كبر مار يقف عنه لكن في حته بعيده عن الجرح في ملف لا ما ينقصه ما هو كلها تحكي على كل ما استطاع وان كثر واذا يقول وله ان يتزوج ويزوج بخلاف المحرم احنا عارفين ان المحرم لا يشهد بعد جواز ولا يخطب ولا يبقى ولي الزواج ولا هو نفسه العبيد ما ينفع طول ما هو محرم كويس دي من محظورات الاحرام لكن المعتكف ما يجراش حاجه يعني ممكن يشهد في عقد الزواج ممكن يتجوز ممكن يخطب ممكن يطلق كمان مفيش مشكله يعني عادي هو معتكف كده يعمل كده ولا ان يتزوج ويزوج بخلاف المحرم ولا يكره له فعل الصنائع في المسجد كالخياطه والكتابه ونزل الخوت ما لم يكثر منه والا كره يعني راجل ثابت ومعتكف جاي شويه الحاجات بتاعته يقعد يشتغل فيه بقى ما يجراش حاجه بس بشرط ما يجيبش بقى كل المحل بتاعه ويقلبها بقى ومكنه الخياطه ويقلب لا يدوش الجامع يعني يختار الحاجات اللي ما تنفعش فوق كده بس وكذلك طالب له ان ياتي بمذاكرته لان مهنته مذاكره ويذاكره وهو معتكف كذلك مثلا واحد بيالف كتاب مؤلف كاتب صحفي بيكتب مقاله كل يوم تنشر في الجرائد فدي من ضمن وظيفته فله ان يكتبها وهو معتكف في المسجد كل الحاجات دي جائزه ونزل الخوت وغيره ما لم يكثر منها والا كره له فيه كره لان فيه انتهاكا لحرمه المسجد الا كتابه العلم فلا يكره الاكثار منها كتعليم العلم وقراءه القران لان ذلك طاعه في طاعه والدكتور احمد الطيب مثلا قال ان المعتكف ما ينشغلش بدروس العلم هل كده؟ هل بيخالف الكلام ده؟ ما قراهاش يعني الدكتور احمد طيب بيراعي الوقت لان الوقت في ناس متعالمين وهو ما عندوش علم لكن عنده لغه وعنده جرأه في مواجهه الناس وهو معتكف يلم الشباب يقعد يلخبط مخهم ويقول لهم انا بدي كل السؤال فلما اطلع على هذا التغير في هذا العصر الشيخ احمد الشافعي قال لك لا المعتكف لا ينشغل بدروس العلم
يجري نفسه بقراءة القرآن وبالصلاة والصلاة على النبي والذكر وخلاص ما فيش حاجة اسمها علم. ليه؟ عشان يقطع على العالم دول يلموا الشباب اللي اخواتهم وطهم في وقت الاعتكاف وقاعدين مع بعض يولدوا في ودانهم 10 ايام. يطلع العيل من دول بعد ما كان مخه معتدل لو ما عندوش شبه بقى بني ادم تاني. فهمت بقى ليه بقى ان المشايخ بيبقى ايه عليم زمان يوم يغير الحكم حتى تغير الزمان. ايام الشيخ البيبولي ما كانش فيه اهل بدعه في العلم، ما كانش فيه ناس متطبرين جهله كويس، فقال لك لا يكره دروس العلم. انما دلوقتي لما اصبح فيه جهله متطبرين واصبح فيه ناس بيفتنوا ناس عندهم في صوره علماء دين وهم ليسوا بعلماء، يوم تتغير الاحوال يتغير الحكم. فهمت بقى الفقه الازهري حلو ازاي؟ ان الفقه الازهري يراعي تغير الاحوال، وفي ناس مش فاهمه يجي الشيخ طيب مثلا يقول الكلام ده يقرا توب يوم الشيخ بيقول له ايه؟ عشان تعرف ان الازهريه دول علماء طلقه. هو مش زنيان اصلا ايه وجهه نظر العالم ده؟ ما احنا دلوقتي معكوفين اهو، معكوفين كل من هب ودب بيتكلم في الدين بلا اي اصول. فبقت مسألة يبقى مش ليه حق الشيخ الطيب انه يقول كده ولا يناقض هذا الكلام ولا يناقض هذا الكلام. ها؟ ده كان قصده كده فعلا. ما هو اكيد قصده كده. ما هو اكيد مش اكيد ولا حاجة، بس في بلع كتير وضربات كتير وما بنتكلمش عنها. لا مين قال؟ مين قال؟ زي ايه؟ الموالد. لا الموالد دي كل الناس بيتكلموا عنها، طيب وغير الطيب. كل الناس يقول لك ان البدع اللي في الموالد دي احنا كلنا مش موافقين عليها، حتى اهل التصوف نفسهم. ها؟ هلا هو بيفتتح الليل علشان في ناس طيبين بيعملوا المظبوط، لكن هو في نفس الوقت بينكر اللي بتعمل غلط. ما كل المشايخ على طول العموم كده، يعني المولد نفسه الاحتفال بمولد الصالح في حد ذاته كده ده شيء كويس، لانه بيذكر الناس الصالحين، بيدي همه للطاعه، واخد بالك، بيحيي سير الصالحين، فده شيء مطلوب، واخد بالك ازاي؟ لكن بيخش في وسطها اعمال محظوره كثيره. الاعمال المحظوره نفسها اكثر. فمش معنى كده، ايوه كويس، زي برضه في الحلم. هديك انا مثال. لا ما يغيرش الحكم، انا قلت ما تحتفلوش بالموالد، لكن يقول يا جماعه احتفلوا بالموالد لكن انهوا عن الايه؟ عن المنكر. وده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل، تعالى احضر في الموالد، انا بحضر بقى الموالد، انا بقى بتاع موالد. فبحضر الموالد واقعد اسمع الناس جوه المسجد بيقولوا ايه؟ بيعلموا رواد المولد ايه؟ يا جماعة نرجوكم الالتزام، ونرجوكم عدم رفع الصوت بالذكر، وعدم مش عارف ايه، وعدم الاختلاط بالنساء، ولا تضيعوا صلواتكم، وعلى كل ما بيكلموا. لكن الناس اللي بره ان هم مش عندنا دول ما بيدخلوش يسمعوا اصلا. ولا بيصلوا اصلا، فدول هيقولوهم منين؟ خلاص ادي الحكاية، اللي فوق طاقة العالم ان هو يقدر يطلع يكلمهم. لكن ده شيء معروف. هديلك مثال الحج دلوقتي، مش الحج فيه بعض المحظورات بتحصل؟ لدرجه ان بعض الناس حتى بتموت من الزحام نقوم نعمل الحج عشان بعض المحظورات دي، ولا نقول للناس يا جماعه لما تحج لازم تراعي ادب الزحام وتراعي ويبقى عندك شفقه ورحمه وهكذا. ما في ناس بتتسرق وناس بتموت واختلاط بالنساء والرجال وكل حاجه فيه، فيه ولا ما فيش؟ فيعني المقصد ايه؟ ان سوء التطبيق لا يكون مسوغ لالغاء العباده نفسها او الفعل ايه المطلوب اصلا، لكن تعمله مع التنويه وهتفضل الامه فيها اهل المعاصي يوم القيامه، لان الامه مش معصومه في افرادها. نعم. فهتفضل طول عمرها، يعني مش هتلاقي امه ملايكه. صح؟ لا لازم هتلاقي في وسط المسلمين حتى فاعلي كبائر ومسلمين، مش معنى كده ان الاسلام واحد ولا لعيب في المسلمين، لا دي طبيعه البشر. فاهم الملك؟ فانا قصدي ان احنا لما نحسن الظن بعلمائنا ونيجي مثلا نقول ان يجي مثلا الدكتور علي جمعه قال ما فيش داعي لختان النساء، والشيخ جاب الحق كان مؤلف كتاب ايه ختان النساء السنه، وكان ده مفتي وده مفتي، صح؟ يجي الناس مش فاهمه تغير الحكم. ايام الشيخ جاب الحق كان وزير الصحة الدكتور علي عبد الفتاح. دكتور علي عبد الفتاح سأل بعض الأطباء الموجودين في عصره، قالوا ختان النساء له نوع من الفائدة في بعض النساء، بس بشرط أن يؤدى في إيه؟ بمواصفات طبية سليمة، بتعقيم كويس، بتخدير عن طريق إيه؟ أخصائي، ولا يترك للحلاق ولا للزاني. كويس؟ فالدكتور علي عبد الفتاح لما وافق كده قال الكلام ده لشيخ الأرض،
فشد للموت، فالموت قال خلاص نخف من النساء بس ايه. والدكتور علي عبد الفتاح نفسه قال تفتح جميع مستشفيات وزارة الصحة لمن يرغبون في تقسيم نسائهم يجوا يدخلوا قسم الجراحة عادي رسمي، عشان ما بقاش في حاجة تعملها بطريقة خطأ. طيب الدكتور علي عبد الفتاح مات وجاب الحق مات، والناس اللي قالوا الدكتور علي عبد الفتاح ان هو مفيد في بعض الاحوال مات. جاء دكتور جديد اسمه الجبل الوقت وزير الصحة، والمستحضرين قاعدين يثيروا القضية فتان المرأة ومش عارف ايه ولا انتهاك البشرياتها والإنسانياتها والكلام اللي بيقولوا ده، واخد بالك، ويصوروا لك الحالات اللي بتحصل فيها مضاعفات واحنا بنشوفها فعلا. وبعدين عملوا ايه؟ قالوا للدكتور علي جمعة ايه رأيك في فتان البنات؟ فالدكتور علي جمعة سأل وزير الصحة ده العادي لأن دي أمور تخص من الطب، ايه رأيكم يا أطباء هل دي عملية مفيدة؟ الدكتور الجبلي رفعها لخبراء من ايه؟ من النساء والتوليد. أساتذة الجامعات من جامعات مختلفة بتوع النساء والتوليد. يا جماعة ختان النساء مفيد ولا غير مفيد؟ قالوا له تقدير غير مفيد. بل مضر. ويؤدي إلى العقد النفسية ويؤدي إلى الفرد. فراح رفع الكلام ده للدكتور علي. الدكتور علي جمعة لا الأطباء كلهم أطباء العصر كلهم ووزارة الصحة لا تؤيد هذه العملية. فعايز تقول الناس طب اتختنوا يوم يروح الحلاق؟ إذا كان الأطباء امتنعوا عن تختين النساء، فلو كان مفتي قال ختنوا بناتكم يجوا يروحوا لمين؟ للداية وللحلاق. يبقى يحصل ضرر شديد ونزيف. يبقى من الحكمة اللي ما تختنوش النساء ولا لا. برغم ان هو شفى والشفاء انه ختان المرأة واجب. كانت ممكن تتقاضى دكتور. يبقى خد بالك بس تغير الزمن. بالاضافه لان قضيه ختان النساء بقت قضيه عامه المقصود بها تشويه الاسلام اصلا على مستوى العالمي ده. فهتصد ناس من الدخول الدين. وهي اصلا فرع من فروع الفروع الفروع. فاضحي عنها واشجع الناس للدخول في الاسلام واحمي الاسلام من ان يشوه من جهه لجهه في هذا العصر في الوقت اللي هو المسلمين فيه مستدرجين لفروع كثيره عشان يرضوا فيها وينشغلوا بها عما هو مهم، فاقطعها ولا احسن ان انا اعمل؟ فلازم تقعد وتقول بتقيه لتغير الزمان، فالفتوى تتغير بتغير الزمان. فلو انت بهذه العقليه والتفكير مكان الدكتور علي كنت هتقول ما تخففش نساء. لو بهذه العقليه والتفكير، لكن العقلية الضيقة هي دي اللي غرقت المسلمين في أحوال كثيرة، إن هو لا يدرك تغير الزمان، ولا يدرك ما يحاك ويرد من المسلمين أو بالمسلمين، وما يحدث من تشويه هذا الدين والصد عن الدخول. لا، من الوقت أكثر دين بالرغم من هذا دخولا فيه من الديانات الأخرى هو الإسلام في أوروبا، لدرجة إن بعض المفكرين في أوروبا قالوا بعد 50 سنة أوروبا هتبقى 90% منهم مسلمين. ده في ناس بيقولوا كده لو استمر المعدل ده بعد 50 سنة 90% من أوروبا هيبقوا مسلمين. فدي مش حاجة تقلق جماعة الكنائس بتوع الكنائس وسائل غير المسلمين، وبالتالي عايزين يصبروا، عايزين يدوروا بقى ويدوروا في كل أرياف بلاد المسلمين اللي بيختنوا نسائهم وبناتهم ويجيب الداية وازاي يكتفوا البنت بطريقة بشعة وازاي البنت وهي بتنزف ويصور دي ويعرضها في أوروبا ويشوفوا المسلمين بيعملوا بناتهم، يوم الناس اللي كانت عايزه تدخل في الاسلام تقول لك مش هنا. يبقى كنت عايز من الدكتور علي يقول بعد ده كله يبقى فتوته دي يدخل بيها الجنه اللي انت مصرح بيها ان هو اصلا قالها وكده يستغل بيها الدنيا. لا، ده هو بيستغل بيها الجنه. فلازم تحسن الظن بعلماء المسلمين عشان هم بيبقوا دليل بالواقع اكثر منه، وشايف الضغوط العالميه والداخليه والتقارير المعروضة أمامه غير المعروضة أمامك أنت. فهمتني إزاي؟ فهذه الحكاية كلها الخلاصة إننا نحسن الظن بعلمائنا. نحسن الظن بعلماء المسلمين، لأن دول رموز ربنا جعلهم لينا في هذا الزمان. فلازم نحافظ عليهم. من لا نهزأهم ولا لا نثق فيهم. بل بالعكس إحنا نثق فيهم وندافع عنهم. ولو عمل حاجة غلط نلتبس لهم العرض. نقول آه ده يمكن كان يرقص كذا يا أخي. احمد على ما حصل. ايوه. الاطباء
ايوه لما بعض الاطباء في عصر معين اللي هو الدكتور جاب الحق قالوا له اه مفيدة احيانا قالوا خلاص مفيدة دلوقتي وانت مفتي خدت الاطباء الحاليين ما انت مش هتطلع الاموال الاطباء الوقتي الحاليين رايكم يا اطباء وجابوا ناس من جميع كليات الطب في مصر من اسوان لحد اسكندريه والتقرير يرفع لوزير الصحه لان بناء عليه هيفتحوا جميع المستشفيات زي ما عملوا ايام الدكتور علي عبد الفتاح لختان النساء فولا واحد فيهم جاء لوزير الصحه قال له لا دي مفيده ايه رايك كلهم قالوا دي مضره طب انت عايز ان وزير الصحه يقول وعايز ان المفتي يقول يعني منتظر ايه؟ خد بالك ان اللي بيأيد ده كثير منهم لم يعمل يعني ايه دراسة ميدانية واسعة ده بيقولها من خلال خبرته الخاصة خبرته الخاصة لا تتعدى 30 حالة وخد بالك وبالتالي الطائفة المعترضة اعترضوا بناء على دراسات على آلاف الحالات والثاني المعترض ده مش نفس وزن اللي قدامك ده بيعترض بآلاف الحالات وده بيعترض عشان عمل 20 حالة ما جرى لهمش حاجة يبقى اعتراضه ده منجبر لأن نجد لحكم ده بالإضافة لأن هل الخدمة الطبية عندها استعداد إنها توفر هذه الخدمة على مستوى 70 مليون الآن ولا الإمكانيات والطاقات البشرية غير كافية والطاقات المالية غير كافية وهي لتوجيه لعلاج الأمراض بدل ما نقول لا لأن ده هيكلف الدولة على فكرة لو اتعمل في مستشفيات وزارة الصحة ما يقلش عن 10 مليون جنيه تكاليف سنوية في ختان البنات بس فهل هذه العملية من الضرورة إن أنا أنفق هذه النفقة في الفترة دي وأرهق الخدمة الطبية في عملية غير ضرورية في الوقت اللي هي كمان أوروبا بتسويها ولا الأحسن إن أنا أعدي السنتين الثلاثة دول لحد ما أعدي أنا الأزمة دي ونسدد ديوننا ونبتعد شوية والخدمة الطبية تنتشر ونتمرن وإننا غالية لفتوى تانية أنا أحسن يعني هي الحكمة أصل لازم أصل نفس زي الحماس هل كان مثلا من الحكمة إحنا عارفين كلنا مجمعين إحنا وحماس وكل المسلمين بس كل عاقل على وجه الأرض إن اليهود دول ظلمة ومجرمين وفسقة ومغتصبين وإن يجب أن ينتقوا نفسا وكل حاجة صح ومتفقين كمان إن العرب مختلفين ولن يستطيعوا ان يتفقوا منذ سنه 48 الى يومنا هذا على قرار واحد. متفقين على هذا تماما، متفقين ان ده عدو لا يجوز، متفقين ان كمان العرب مختلفين، فهل كان من المناسب ان انا في هذا الوقت بالذات استثير هذا العدو واعمل حكومه منفصله؟ واخد بالك واثيره علشان يقتل الابرياء دول في الوقت اللي لا مستعد ولا ده عنده امكانيات ولا العرب عندهم ولا كان الاحسن ان انا اعمل نوع من المهاجمه وليس معناها استسلام ولكن اطول المده عشان الاجيال اللي بتموت دي بدل ما تموت تطلع اجيال عندها قدره على المحاربه عندما تتغير القيادات لمنع اتحاد المسلمين. ايهم يبقى احسن؟ فهمتني ازاي؟ ايه اللي وجهه نظر؟ لكن هي الفكره ايه؟ ان كلنا متفقين ان ده عدل. ما حدش بيقول لا نصافح اليهود نحطهم في حضننا ونقتل الابد، ما حدش بيقول كده. لكن في حاجه اسمها مراحل. مرحله اتنازل علشان اعديها لان غير مستطيع للمواجهه. وبعد كده ابقى اثير القضيه في مرحله اخرى حيث انها تتغير هذه الوجوه، الحكومات بتتغير، السياسات بتتغير، والحكام بيموتوا وبيغيروا. يبقى ده انسب. في صلح الحديبيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم فتدركوا منهم معلم ليرسل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا يعني كما يزيل لعذبنا الذين كفروا من عذابا. يبقى لو كان لولا ان مختلط البريء بالمجرم مختلطين في بعض زي الوقت القضيه مختلطه فيها الحاكم بالنادي فربنا سبحانه وتعالى عمل صلح الحديبيه اللي فيه تنازل للمسلمين اللي فيه نوع ضعف للمسلمين اللي فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حتى بسم الله الرحمن الرحيم كتب الكتاب لهم وتنازل حتى عن انه رسول الله كتب محمد بن عبد الله
وتنازل كمان ان المؤمن منهم والمسلم اللي يجيله يرضهم واللي يبعده من عندهم ما يرضهوش. مش كل دي تنازلات؟ كل ده تنازل ليه؟ علشان يحمي المستضعفين المسلمين اللي موجودين في مكه في وسط الكفار، عشان لو دخلوا حاربوهم في الوقت ده كانوا قتلوا بعض المسلمين ايه ظلما وهم مش عارفين انهم مسلمين. يبقى احيانا يكون التنازل رحمه مرحليه، مرحله في غزوه مؤتة لما تراجع سيدنا خالد بن الوليد 3000 كان احسن ولا كان يواجه حتى ويزيد ال 3000؟ تعرف ان ال 3000 دول هم اللي وقفوا مع سيدنا ابو بكر في 11 جيش في حروب العده ورجعوا الاسلام تاني بجزيره العرب؟ لو كانوا قعدوا واستبدلوا طريق حماس ووقفوا هناك في غزوه مؤتة مش كانوا ضاعوا؟ وبعدين يجي يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده دول تلاقي تسد جزيره العرب على 3 مدن وما تلاقيش جيش يرد الناس لايدينهم تاني، كان زمان ما بقاش مسلمين. يبقى احيانا التراجع يكون هو عين الحكمه والحياه كلها فر وكذا. لكن امتى تعرف تفر وامتى تجر؟ هي دي الحكمه. ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. انما للاسف دلوقتي العرب حتى نفسهم مختلفين على قيادتهم، فالبعض يريد ان يفر والبعض يريد ان يكر في مساله واحده في وقت واحد، فتجد البعض يفر والبعض يكر ويبقى شكلنا زي الغنم. وفي الاخر نبقى خسرانين، فانت بنبقى نتكلم فيها حيران. لكن لازم نتفق على راي واحد، متى نكر ومتى نفر؟ ما هم واعيين؟ عشان يبقى في تاثير. لكن لا اللي بيفر بيكبر ولا اللي بيكر بيتشجع، لكن المساله عايزه حكمه، لان قد يكون الفار هو الحكيم وقد يكون اللي بيكر هو ايه المتهور. فهذه المساله الحياه كده. والصحابه كانوا ايه ماشيين على مذهب المتحمسين، يضربوا الجيش انتم الفرار الفرار مش عايزين يدخلوا المدينه. اما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم هم الكرار ان شاء الله. انا فئه كل مسلم اي كده. مش الا متحيدة ان فئه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز إنك أنت تتراجع من العدو في الوقت اللي أنت مش مستعد له حتى تأتي الوقت اللي فيه الاستعداد تكر مرة أخرى، والحياة فر وكر إلى أن يشاء الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم إذا فقدت الأرض، الأرض الأراضي الفلسطينية دي ومدينة القدس خدها الصليبيين 400 سنة لحد ما ظهر صلاح الدين الأيوبي. قعدوا يحكموها 400 سنة والمسلمين مش عارفين يطلعوها من ايديهم علشان برضه مختلفين على كلام فارغ وعلى سلطه وعلى دنيا وكلام فارغ جيفه من سنه لحد ما ربنا طلع جيل ام اكرمك. علشان لما تقرا التاريخ تعرف الصراع اللي بيننا وبين اليهود ده 60 سنه ولا حاجه في التاريخ الامي، بس عدوا المرحله دي. هتتغير السياسه وامريكا هتتغير ولا هيتغير ولا هيموتوا غيره والسياسه تتغير والبترول مش هيبقى هو السلاح الرئيسي والاقتصاد العالمي هيتغير وكل حاجه هتتغير والموازين الدوليه كلها هتتغير. فعد المرحله دي، لكن مش وقت دلوقتي تخلي الناس يموتوا النساء والاطفال ويهدوا البيوت ويعملوا مش عارف ايه تقول علشان الفت النظر للقضيه. تلفت نظر ايه؟ انت ما لفتش النظر للقضيه. وبعدين الاسلوب اللي بيقول ايه احارب حتى اخر جندي او اخر انسان في غزه، هذا الاسلوب ده يقبله النبي. لان ايه قيمه الارض؟ الانسان قبل الدنيا، الانسان قبل الارض. ده ربنا اجاز ليك انك انت تنطق بكلمه الكفر عشان تبقى حياتك. ده سيدنا هارون خاف عشان تفترق بني اسرائيل وسابهم على الكفر واعترض ان اجتماعهم ولو على الكفر خلوا من تفرقهم ولو على الايمان. لقد خشيت ان تقول فرقت بني اسرائيل ولم ترقب قومي. يعني عنده الفرقه عشان تبقى الشرك. فسابهم يعبدوا العجل لحد ما يجي سيدنا موسى. ليه؟ قال لي ان انا تدخلت فانا هيختلفوا 100 شرك. فانا جيت عشان يقتنعوا عليك انت. عشان سيدنا موسى كان عنده شده وكانوا بيخافوا مني. فهيجتمعوا عليه. سيدنا هارون كان عنده دين ورحمه وشفقه. فيتكرروا عليه يختلف. فسابهم مؤقتا. هو سابهم مؤقتا، كان راجل كفر، كان راجل عباده العجل ابدا، لان هينبني عليها مضر اشد. التدخل في الوقت ده كان هينبني عليه مضر اشد. فتوقف وهو منكر بقلبه لحد ما يتغير الزمن ويجي سيدنا موسى.
وبعد كده سيدنا موسى حل بالست عين يطلع صح ولا لا؟ ادي القران اللي تقعد تقراه كده تفهم امتى تكر وامتى تكر وانت عندك حكمه، وامتى احنا مستعدين لملاقاه العدو وامتى احنا مش مستعدين، وامتى نعدي المرحله وانا نعرف الامور كلها انها بيد الله والحق كل بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وان قلوب المسلمين دي بيد الله واخد بالك تقلبها كيف شاء، لكن دماء المسلمين دي لازم نحافظ عليها ونحسن دماءهم بكافه الطرق والوسائل لحين ما ربنا ينزع الدنيا من قلوب الحكام ومن قلوب المسؤولين ويخلصنا من اعدائنا اللي هم فرطونا على انفسنا والحاجات دي كلها لازم لازم نعدي المرحله لازم نعدي المرحله. فاللي ينادي بهذا الوقت بيقولوا عليه شوف ده بيتخاذل خلاص ما يبقاش حاجه، كل واحد بقى مسؤول عن كلامه لان الوقت اللي يثير هذه الفتنه في الوقت ده له يثبت دماء المسلمين المراقبه لان تاني بقى هيقول لي يعني حماس دي انا لا ابالغها ليوم الايام الان في الناس اللي بيموتوا في بلدهم لانهم اثاروا في القضيه وقت ما كانش مناسب ليهم، خرجوا عن السلطه العقليه بتاعتهم. اولا دخلوا في السلطه بالاصل وكان من الاصل كان الحكمه الا يدخلوا في السلطه في هذه المرحله. انتخابات يا دكتور ما كانش يدخلوا الانتخابات اصلا في هذه المرحله دي اول خطا اخطاوا. فلما دخلوا الانتخابات مسكوا سلطه وهم لا يستطيعوا المناوره واخد بالك، فاضطروا يبقوا امام العالم خارجين على الشرعيه الدوليه. لكن انت خليك بعيد عن السلطه اقعد في الخندق بتاعك لما حاجه حد ثاني يقدر يمسكك وتسيب السلطه الثانيه تقعد بقى ايه تناور وتحاول وتتفق واعمل وانت اقعد اضغط حقوق عصابات كان احسن. لكن الوقت عشان ايه قاعدين في مكاتب مكيفه في سوريا وهنا وهنا وسايبين غزه تتحرق على رؤوس الضعفاء وبعدين يقول لك احنا هنقاتل وهو ما بيقاتلش ده هو قاعد في مكاتب مكيفه واخد بالك بياكل احسن الاكل وبياخد ملايين الدولارات من ايران وبعدين يقول لك احنا هنقاتل حتى اخر انسان في غزه اخر طفل في غزه. يبقى ده جهاد في سبيل ده ولا جهاد في سبيل دنيا وسلطه؟ شوف هل ده كان الوقت المناسب ان انا اعزل غزه واعمل لها سلطه منفصله واخلي التنمين يبقوا مسؤولين عن سلطه ثانيه وننقسم على انفسنا ويبقى الفلسطيني يضرب الفلسطيني؟ ده وقت انا مش هم، هي حكايه فتنه كبيره مش هم بس زودوها. يا استاذ انا عارف ان اليهود كلهم خبط هم همجوا كل حاجه لكن ما ادوهمش الفرصه ينفذوا الحاجات اللي كانوا عايزين يعملوها اليهود في 30 سنه تصرفات حماس خلتهم عملوها في 6 اشهر. ده هم بيستحبوا يعملوا كده عايزين على مدى 30 سنه ولا حماس خلتهم يخشوا بسرعه. ما انا عارف ان هم عدو خبيث، ما انا متفق معاهم. انا مش ضد اننا نحاربهم بس انا ضد التوقيت. امتى؟ احنا جراحين يجي لك العيان حالته ما تستحملش انك انت تتدخل جراحيا دلوقتي مع ان الجراحه هي العلاج الوحيد له. لانك لو تدخلت هيموت تعمل ايه؟ تدخله المستشفى وتقعده شهر واثنين تحضر فيه. وتقبل مرضه في الشهر والاثنين ده تحضر فيه مرضه. فهمتني ازاي؟ احنا لو تعاملنا مع القضيه بهذه الصوره ان الامه الان مريضه ولازم اتعامل عليها وهي مريضه ولا اجهز عليها واقضي على الامه؟ يبقى اصبر مع الامه لان انا عارف ان ده عدو لا يرقب في مؤمن الا هو لازمه. انت تعرف الاسلحه الفسفوريه دي؟ الدكاتره دلوقتي بتشوف جروح لم ترها ابدا ولم تدرسها في الكتب. ده المواد الاسلحه الفسفوريه اللي هم بيستعملوها دي بتنزل على المسلح تدوبه. وتنزل على جسم الانسان تدوبه لحد ما تدوب العظم وتخترق وتعمل حفره فيه. حتى العظم تدوبه. ولو وتحرق حرقان شديد لو حط عليها ميه تزداد احتراقا وتزداد اختراقا ويبقى البني ادم مش عارف يتخلص منها لا الميه تخلصها والجراح يبقى محتار. كل ما يجي يشيل يلاقيها بتوسع الحفر بتوسع الحفر. تبقى عايز انت ايه؟ ما كانش هيعملوا كده لو كانوا مسلمين مسلمين. انا ما فاهم بس احنا ليس في امكاننا الان اننا نجمع المسلمين لكن كان في امكاننا الان اننا نهاجم مؤقتا لحد ما ربنا ينزع الغمه. فهمتني ازاي؟ بس
ادي كل الحكايه. ومن الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان دي تعمل فيها ايه؟ اين تعمل احكام الاكراه؟ احنا دلوقتي مكرهين. امتى بقى اننا نعمل احكام الاكراه؟ ما فيش حاجه اسمها استبسال على طول، والا الامه تنتهي تقتل كلها. لكن ممكن تقتضيك احكام انك انت تبقى مكره الان، خلاص انا مكره، انا مضطر الان ياكل ميته ويحفظ حياته، والميته حرام. فيمكن ازاي افهم فقه الشرع الشريف ازاي؟ لان الحماسه كويسه في وقتها وتبقى اسمها شجاعه، وفي غير وقتها اسمها تهور. في غير وقتها اسمها تهور. احنا مش ضد الشجاعه لكن ضد التهور، ومش مع الجبن لكن مع الحكمه. ومدى التوقيت ده؟ افهم هي التوقيت ها؟ مش اي حد معين يملك التوقيت، اللي يملك التوقيت ليس لديه حكمه. الوقت يبقى خلاص الامور كلها بقى بيد الله، يبقى عدل الحكايه دي، لان الناس دول اللي بيملكوا دول هو اللي ملكهم ربنا، امتحنا بيهم. مش كل اللي هم ملك الملك؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء. يبقى الحكايه كلها ما شاء الله كان ولا شاء لم يكن اعلم، وان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط كل شيء علما. نقول يا رب اكشف الغمه وخلصنا مما نحن فيه، ولا نثير اعدائنا علينا في وقت احنا متفرقين غير مستعدين. والا يبقى احنا كده بنقتل انفسنا بانفسنا، وبنحزن النبي في امته صلى الله عليه وسلم. انا ده رايي اللي بقوله، مش بقوله لكم ده، انا بقوله عشان ابرأ نفسي بيه يوم القيامه قدام ربنا. المسلمين الان ليس عندهم استعداد لمراجعة اعدائهم لعوائق كثيرة نفسية وتربوية ومالية وسياسية وعسكرية. غير مستعدين الان لمراجعة اعدائهم. العوائق كثيرة جدا لدرجة يصبح الحليم فيها حيران. من اي مكان تبدأ تحتار. لانهم مقصرين في كل المجالات. ده لم يتفقوا حتى على رؤية الهلال في رمضان. عايزهم يتفقوا بعد كده في جامعة الدول العربية على قرار ياخدوه ضد عدوهم، فعملية صعبة جدا. يبقى ليس أمامنا إلا أننا نهاجم وليس نخضع ولا نذل، لكن نهاجم كما هاجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهدم قريش ونشر الدعوة في بيت الأرقم من الأرقم، وحوصر صلى الله عليه وسلم فمنعوه من الطعام والشراب 3 سنين، وعمل صلح الحديبية، ولم يواجه الجيش اللي جاي له، وعمل الخندق والجيش قاعد قدامه. كان الصحابه الشجعان يوضعوا 12,000 ومعاهم النبي، لا عملوا خندق عشان يحموا نفسهم، اخذوا بالاسباب، وبعدين في الاخر ربنا نصرهم. ولا احنا بالمنصب بتاعنا نقول ايه؟ اه ده تخندقوا يا عم وعملوا خندق بالجبنه مش عايزين يواجهوا. لا، اقرا السيره قراءه ثانيه فيها حكمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ساق امته في كل هذه الامور، ومتى تنازل ومتى يعني لم يتنازل، ومتى يعني كرد ومتى فرد، لان النبي فعل كل هذا صلى الله عليه وسلم. نقوم نعرف الحكمه وربنا يكشف الغم. هتقول لي يكشفها امتى؟ انا ما اعرفش، لكن انا بتكلم في قضيه الوقت. مريض قدام الوقت اعمل له عمليه ولا ما اعملوش عمليه؟ لا، انا الوقت الامه دي غير صالح ان انا اعمل فيها عمليه، لو عملت عمليه فيها حموته. فلما تبقى امه مريضه حيه احسن ما تبقى امه ميته. شوف بقى، لما تبقى امه مريضه وحيه احسن ما تبقى ميت، لان الميت يدفن، انما الحي او في امل يخرج منه، يخرج منه جيل ثاني. ادي المساله بس. انا الغرض مش شرط توافقني على ما انا اقول، لان لم نستطيع هنا، لكن انا رايي ان مهما اختلفنا لما نولي امرنا لولي امر، اختيار ولي الامر يرفع الخلاف، فلازم نمشي ورا الاختيار، والا هنظل مختلفين. لا بأس اننا نتناقش، لكن في الاخر لما يجي ولي الامر يختار امر، كلنا يد واحده مع الامر ده. ادي الحكايه كلها، عشان نبقى يد واحده على من سواه. حتى في صوت التوحيد نفسه. ايوه. المفروض دلوقتي ده الاحتياط والمقروضات والاستيراد والكلام ده، عايز اقول لحضرتك لو موضوع الساعه يكون اديني قلنا موضوع الساعه. موضوع الساعة أصله لو عرضنا أي حل مش هيعجب بعض الأفراد ويعجب بعض الأفراد. مش لازم نقعد نتكلم في الموضوع، احنا بندعي المسلمين للنهارده. ايوه صح، ما احنا دعينا المسلمين في اول الدرس.
ودار من العلم ده نفسه ليستجاب في الدعاء. ايوه صح، لان ده جرح فينا كلنا. ما هو ده جرح فينا كلنا، احنا قاعدين بندرس العلم، احنا قاعدين بندرس العلم وفي نفس الوقت حاسين بروح المسلمين. الامام النووي اللي ألف المؤلفات اللي بعدد سنين عمره كان ايامها التتار، ولم يمنعه وجود التتار في الشام والعراق وبيان والسياح انه يعلم الناس وعايشين على علم الوقت. فلا بأس ان العالم يستمر يعلم الناس وفي نفس الوقت يبقى شاعر بزمانه ومدرك باحوال الامه ويتعبد الله بجميع الاحوال. ادي كل الحكايه، مش معنى كده اننا يعني ايه نايمين على ودانا بنقرا الاعتكاف، لا بالعكس. لكن للاسف انا عارف ان انا لو قلت رايي ده مش هيتفق عليه كثير من الناس. لا بأس، لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا بأس، لكن البأس كل البأس انك انت لما يختار الحاكم اختيار تظل انت على رايك وتخرج عن طوعه تقوم تفرق عصا المسلمين. هو ده المشكله بقى. لا هو ده بقى المشكله. شوف انت بقى الصحابه لما كان بعضهم كانوا عايزين علي بن ابي طالب وخليفه، ولما لقوا ان الغالبيه اختارت سيدنا ابو بكر عملوا ايه؟ اللي كانوا عايزين سيدنا علي بيعوا ابو بكر، منهم عمار بن ياسر، منهم سيدنا علي نفسه بايع سيدنا ابو بكر وكان يرى في نفسه انه احق بالخلافه منه. ايه رايك؟ ليه؟ لانه لا يشق عصا المسلمين. اذا اتفق المسلمين على جانب واللي يمثل المسلمين حاكمهم، وحاكمهم ده مش هم اللي جابوه، ده ربنا اللي جابه في هذا الزمن وهذه اللحظه، يبقى في الحاله دي اختيار الحاكم يرفع الخلاف. ادي الفقه المسلمين طول عمره كده. يعني معناه ان مفيش مانع ان انا يبقى رايي غير رايه، لكن لما ينوي اعينه على ما نوى عليه لعل الله يجعل الخير في اختياره، لان انا مش مدرك كل الجوانب. انت بتقول لازم ندرك كل الجوانب، مش هندرك. انت اصلا ما بيعرفش عليه كل التقاليد، انت بتاخدها من كلمه هنا على مقاله هنا على صوره هنا على اخبار هنا، فمش كل الواقع في ذهنك وانت انسان من العوام ده يدرك. كلنا مسؤولين في حياتنا، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي ادراكي للواقع انقص من ادراك الايه؟ الحاكم. الحاكم قاعد يشوف مجلس الامن وامريكا ومش عارف ايه واليهود والاسلحه والجيش ايه والمخزون ايه والعرب بتقول ايه والحكام ايه والامكانيات ايه، مدرك ادراكات اكثر مني. يبقى في الاخر هو لما هيختار هيبقى اختياره اكثر مني حكمه. هذه المساله. فانا ليا ان انا اقول اه رايي ان احنا كان لازم ان انا نكر الان، لكن الحاكم بيقول فروا. حتى في الجيش يقول لك كده، لو جالك القائد قال للعسكري وللفرق تراجع الان لازم يتراجع، ولو رفض يفوقه بالرصاص والا تقول المعركه. ايوه انا مش بنكر عليه. لا لا انا بنكر. لا انت برضه مش قادر تلحظ الملحظ. مش انت اللي تقول، اصل رئيس الجمهوريه مش هياخد راي 80 مليون. اسمعني، رئيس الجمهوريه ده بياخد راي الاجهزه، يعني بياخد راي قوات الجيش، ياخد راي مثلا المسؤولين عنده الوزراء بتوعه، قد هم دول رايهم. واخد بالك؟ لو هم دول مش بياخد رايي ورايك وياخد راي مجلس الشعب يا سيدي بيسقفوا لهم. ما يجراش حاجه، هو شايف ان المصلحه الوقتي، هو شايف ان المصلحه الوقتي ان لا تتشعب الاراء، الامور عنده وقت، لان دي حاجه عسكريه وهو قائد عسكري. استنى بس، قد تكون مصلحته لكن مصلحته مؤقته بشخصه، واخد بالك ازاي؟ وشخصه ده هيعدي. طب ايه الحل الوقت؟ اصل ايه الحل المقابل؟ المقابل هي الفوضى. المقابل هو الفوضى. الفوضى يا دكتور، ما كان في مصلحه في حرب العراق ان هو ودى الجيش العراق وبقى متصدر الزعامه في الحرب، كانت في مصلحه مع اننا كنا بنقاتل المسلمين. يا استاذ اذا كان هو الان، هل من المصلحه الان اننا نخرج من رفقه الطاعه ونخلي مصر شيع وطوائف نقوم نجمع العدو يدخل قلبنا، ولا نبقى يد واحده دلوقتي لحد ما تعدي الازمه دي؟ انا ده مش باطل، لان الامور ملتبسه. اللي انت شايفه باطل غيرك شايفه عباده. يعني حضرتك شايف ايه؟ طب انت قول لي رايك. ما انا قلت لك من الغريب في نفس الوقت
انا ما اعرفش قد يكون في ضغوط تجاريه معينه قد يكون في عقود تجاريه معينه ده مقابل ده وبالتالي ما هو ما يقدرش يقول لك خسه الدوله على الملا ما يقدرش قد يكون في يا سيدي قد يكون في ضغوط ما انا بقول لك قد انا نفسي ما اعرفهاش يكون مثلا دي مقابل مثلا حاجات معينه حيويه في البلد ادويه معينه او اغذيه معينه او حاجات معينه مش محتمل محتمل تبقى في قدود معينه لو قطع دي هتتقطع حاجات ثانيه الشعب ما يتحملش قطعها محتمل ولا مش محتمل انا ما اعرفش لكن انا اللي اعرفه ان الفوضى اكثر من الانضباط وان كل شيء متغير ومفيش حاجه دائمه وان القرار اللي بيقولوا لك ده قد يتغير بكره ويتغير بعده لان هي دي مسائل مراحل لا لا مش هيسالك انت انت مش هيسالك ولا هيسال انا واخد بالك لان انا مش في ايدي انا المسؤوليه الان ان انا اخد الراي ده معنى لا 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 انت لكن انت لك انك انت تشفق وتهتم بعض المسلمين وتدعيلهم واخد بالك اللي يقول كلمة الحق قدام السلطان ده العلماء الأدلاء الكبار اللي احنا مشكلينهم ان يوصلوا رأي الدين ليهم لا مش مخاطب انت بيها ولا انا ابدا ايوه انت مش مخاطب بيها مخاطب بيها في مجال عملك لو المدير بتاع مصلحتك بيعمل باطل وتبته ما تروحش لرئيس دولتك اللي يروح لرئيس دولتك شيخ الازهر ورئيس الوزاره والمفتي لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه يا استاذ اسمعني دلوقتي بقت في نظم مختلفه لان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسه الدوله لا حتى لو صحيح او صحيح يا سيدي اسمعني حتى لو هي كده فكانت الدوله لسه مش متنظمه لان عدد المسلمين قليل فكان كل واحد يقدر يمثل مسؤول كبير تفتكر ان عدد المسلمين قليل انما دلوقتي المسلمين بقوا 80 مليون جوه مصر فمين اللي يمثلهم؟ مؤسساتهم والمسؤولين عن المؤسسات دي هم دول اللي يمثلوهم هم دول اللي بيناقشوا الحاكم يعرض عليهم في الحجره المغلقه التفاصيل والضغوط وبعدين يخرجوا يقولوا القرار لكن مش مطلوب ان هو يقول لك المخزون بتاعنا الاستراتيجي كذا على الملا ولا يقول لك الاستراتيجي بتاعنا في السلاح كذا على الملا وبالتالي انا مسرع من كذا ولا يقول لك ان انا مضغوط عليا في الاتفاقيه دي لو اضطريت ان انا ما اوفيش بيها هيتقطع كذا وكذا وكذا ما يقدرش يحكي لك خطه الدوله على الملا ما يقدرش يقولها ولو انت مكانه ما تقدرش تقولها بس بيقولوا مش عايزين عماره اسلاميه اصلا يا استاذ ممكن تكون دي برضه مرحليه اذا كان الاسلام دلوقتي عامل مشاكل طب خليها يا جماعه اداره ديمقراطيه مثلا مرحله ايه المانع؟ ايه المانع يعني؟ اذا كان في بعض الناس جم للرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الا يفعلوا بعض فرائض الدين فاقرها على بعض على ترك بعض فرائض الدين ايه رايك؟ واجيب لك في ادله بقى لان لما يبيعهم على كده يبقى امن مكرهم ما يجوش يحاربوه لحد ما يستطيع بعد كده يواجههم وبعدين بفعلهم ببعض الفرائض هيحلو الاسلام في قلوبهم هيلتزموا بالله وده اللي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدرش تعمل حكمه النبي لحكمه الحكام دول لازم برضه ايه ما تيجي تقارنهم بالنبي تبقى انت بتظلمهم مش وجه مقارنه واخد بالك ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اولا كان حاجه ثانيه في كل الوجوه وفوق كل الوجوه انه حاجه ثانيه من الناحيه البشريه متصل بالسماء بالاضافه لان وجود شخصه كان يمنع الخلاف لكن وجود شخص الحاكم الان ما بيمنعش الخلاف فالحاكم دلوقتي مظلوم قدامه ضغوط كثيره وشخصه لا يؤهله انه يرفع الخلاف وفي نفس الوقت مطلوب انه يجمع الناس وفي نفس الوقت مطلوب انه يقود السفينه في وقت هو ناقص في الحكمه وناقص في النص وحاسس ان اللي بياخده مش راضيين عنه فهو في ازمه رهبه وضغوط كثيره انت مش مدرك بعضها لكن النقطه دي انا مش بلتمس العذر لاهل الخنوع لا لكن انا بقول ان في اختيار اخف الضررين اخف الضررين الان الالتفاف حول حكامنا مؤقت
لان الان اعدائنا بيدوروا على اي مجال بعض يتدخلوا فيه في بلاد المسلمين. فالالتفاف على حكام الوقت ولو ظلما مؤقت احسن من ان انا اثير الناس ضدهم. ليه بقى؟ لان انت شفت العراق ايام صدام وهو ظالم باجماع المسلمين كان احوالهم احسن من بعد صدام، صح ولا لا؟ لان الفوضى. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا انا اخرج عليهم يا رسول الله؟ قال لا ما اقام الصلاه فيكم، ادي الدين بتاعه، لا ما اقام الصلاه فيكم. فقال ولما لا نخرج عليهم يا رسول الله وقد ظلمونا؟ قال ليقام سوقكم ولتنتظم حياتكم. لان النظام مطلوب، غرض شرعي مطلوب، والخروج على الظالم يؤدي الى الفوضى وكذلك واراقه الدماء. ادي المساله. بعض الناس ما تروحش ليهم هذه الحكايه وعايز بس يقعد يجعجع يجعجع يقعد في الاخر ايه يروح ينام برضه ما يعملش حاجه. واخد بالك بقى صرب البلد. يعني الحكايه دي كلها احنا عايزين بس ايه نفهم. المعارضه لازم تبقى في حدود ادب، لا تؤدي الى الفوضى، المعارضه التي تؤدي الى الفوضى ورفع رفقه الطاعه من ما انا بقول لك احنا لا نزال مختلفين. انا قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم ولو قعدنا للصبح مش هنستفد. مش مطلوب ان احنا نستفد، لكن مطلوب ان ما يبقاش الدنيا